مساء الخير كل الصديقات والأصدقاء، وحلقة جديدة من سلسلة رحلتي النهاردة مع رحلة مختلفة فيها جزء كان في مصر وجزء في المهجر، مرورا برحلة صعبة ربما أغلب اللي هيحضروا الحلقة دي سمعوا عنها بشكل أو بآخر، لأني الأستاذ أحمد حرقان اللي معانا النهاردة هيحكي رحلته من الأشخاص المعروفين والمشهورين ومن أوائل الناس اللي طلعوا حتى في التلفزيون المصري بوشهم، وبمنتهى الصراحة بيقول إن هو ملحد، وقصته لها خصوصيتها لأن هو من خلفية سلفية. على أي حال أنا مش حابب أتكلم كتير، احنا معانا احمد حرقان هو اللي كلمنا من البدايه. يا مساء الفل. مساء الورد. يا مرحبا صديقي العزيز، مرحبا بكم، مرحبا بكل المشاهدين الاعزاء، يا الف مرحبا. تمام. طيب فكره رحلتي زي ما انت عارف وكده هو ان احنا يعني سيره ذاتيه فيها احداث تخصك، وهي في نفس الوقت أكيد في حياتك كنت يعني مشتبك مع الواقع، مع المجتمع، مع البيئة، مع أشخاص أثروا فيك وتأثرت بيهم، وكانت عندك أفكار والأفكار دي تغيرت وإلى آخره. فهي سيرة ذاتية فيها الحدث وفيها الأشخاص وفيها الأفكار. فبراحتك يا باشا، كلمنا عن المرحلة الأولى، بس ياريت من قبل حتى ما تبقى سلفي، من البدايات. من البدايات كل موضوع سلفي موضوع السلفي، لان الاسره بتاعتي سلفيه، فانت عارف الاديان بتتورث، حتى الطائفه بتتورث، يعني حتى الطائفه بتاعتك بتتورث، فانا ورثت السلفيه في الاساس. يعني اتربيت، والدي كان سلفي فتربيت سلفي، فنشأت سلفي، لكن نشأت نشأة خاصة جدا، لان برضو والدي كان مش سلفي عادي، يعني والدي كان حريص جدا على ان هو يخليني ما يعني حاجه كبيره في يتباهى بيا. يعني ف انت عارف ان السلفيين بيتباهوا بمدى تحصيلهم لما يسمى بالعلم الشرعي او العلوم الشرعيه. فانا مش فاكر امتى بالظبط بدات احفظ القران، لكن في سن صغير جدا قبل المدرسه بكتير. يعني كنت بروح الكتاب، لو تسمع عن الكتاب زمان. بس انت صغير على الكتاب، يعني انا فاكر الجيل اللي قبلنا اللي كان بيروح الكتاب، لكن وانا كمان منك، يعني انا ما عاصرتش الكتاب. انا عاصرت الكتاب. احتمال الكتاب في الاوساط الاسلاميه لتحفيظ القران استمر فتره اكبر. يعني انا كنت بروح الكتاب قبل ما يعملوا دور التحفيظ والحاجات دي. انا مواليد 82، انا كنت بروح الكتاب فتره، يعني بدات اروح الكتاب فتره مبكره جدا من حياتي. ما اعرفش كان عندي كام سنه بالظبط يعني، بس انا فاكر الاجواء دي، فاكر اول يوم رحت فيه الكتاب والحاجات دي، فاكرها كويس. بس انت كان قبل المدرسه، يعني قبل 6 سنين. بكتير. طبعا قبل المدرسه. لا انا مش عايز اقول سن بالظبط عشان مش عارف على وجه الدقه كان عندي كام سنه، لكن قبل المدرسه بسنين. قبل المدرسه بسنين، يعني كان ممكن يبقى عندك 3 سنين مثلا، 3 4 سنين. مش عاوز اقول كده. كنت صغير جدا. مش عارف كام سنه تحديدا بالظبط، عشان الذاكره في الوقت ده يعني بيبقى يعني. بس انا فاكر اول يوم رحت فيه، فاكر خط الاستاذ، فاكر انه كان بيكتب بقلم احمر والحروف العربيه عشان يعلمنا الاول الحروف، فاكر الحاجات دي كلها، ونكتب وفاكر اول سوره حفظتها وكل الحاجات دي. حفظت القران في سن صغير جدا، والبخاري بالسند بتاعه، بالاسانيد يعني الحديث بالسند بتاعه. يعني فاكر ان انا كنت بكتب
خمس احاديث في اليوم مقرر عليا حفظهم، كنت بكتبهم بنقلهم بالتشكيل في الدفتر بتاعي بالتشكيل وبعدين احفظهم بالسند، يعني مش الحديث لوحده، لا السند، حدثنا مين عن مين عن مين، اخبرنا مين. ولسه فاكر كتير من الحديث اللي انا يعني كنت حافظها، لكن القران ما نسيتوش ابدا، انا فاكره زي اسمي يعني. بالنسبه لي برضو مع وانا في سن صغير برضو قبل ما يعني قبل ما نسافر السعوديه، لان احنا سافرنا السعوديه وانا لسه طفل يعني في ابتدائي، بس قبل ما اسافر السعوديه كنت خلصت حفظت القران كله، كنت حفظت الحاجات دي كلها يعني، ومتون كتير زي مثلا متون في اللغه والحديث وما يسمى مصطلح الحديث وحاجات زي كده يعني، متون في العقيده يعني، متون لابن القيم يعني، نونية ابن القيم دي مش عارف 3-4000 بيت كده تقريبا، ما عدتهمش يعني، بس انا كنت حافظهم، هي اسمها الكافيه الشافيه في انتصار الفرقه الناجيه، ودي بتلخص العقيده السلفيه يعني نونية ابن القيم، ولسه فاكر ابيات كتير من نونية ابن القيم لحد دلوقتي يعني. وكمان يعني كنت بقى يعني مش بعمل الحاجات ديت متضرر، ما كنتش متضرر لا، لان انا اتربيت على ان ده دي حاجه كويسه، فانا كنت مخلص جدا ليها يعني، كنت وافي جدا للحاجات دي يعني، ما كانش حد بيجبرني ان انا مثلا اواظب على اذكار الصباح والمساء والاذكار عموما، انا اللي كنت بحب كده اذكار قبل النوم، انا كنت بقى يعني عامل علاقه مع ربنا كويسه من صغري يعني. اتفضل. لكن كانت في مكافاه على الحفظ وعلى المواظبه ولا كان في عقاب؟ انا شايف كده يعني كان في بالاحرى مكافاه، زائد عندك استعداد طبيعي انت للممارسه الطقسيه او الروحانيه بالنسبه لك في الوقت ده. لا بالنسبه للحفظ، الحفظ كان ثقيل، انا كان في مكافاه وكان في عقاب الاثنين، بس بتكلم على التدين نفسه، على يعني انا فاكر نفسي وانا صغير مثلا، انا مني لنفسي كنت بصلي يعني، ما حدش كان بيراقبني صليت ما صليتش كلام دوت يعني، كانت امي بتسالني صليت مثلا كذا يعني، والدي ما كانش بيسال قوي في الحاجات دي، هو والدي كان بيسال حفظت كام عملت ايه حفظ ولا ما حفظش بتاع، والدتي اللي كانت بتسال الحاجات اللي هي الجوهر يعني صليت بتاع يعني، دي شايف ان ده اللي هيقربني من ربنا ان انا حافظ على الصلاه وكده. هي والدتي اللي كانت بتسمع لنا، وهي اللي كانت بتعمل كل حاجه يعني، والدي كان بيحط الخطه وهي اللي كانت بتنفذ. بالنسبه للثواب والعقاب، كان في ثواب، احنا يعني ما كانش يدخل بيتنا التلفزيون، ممنوع حرام، بس كان والدي جايب لنا كمبيوتر كده وكان عليه العاب وحاجات زي كده، فكان هو بيقول ان القانون بتاعه ان هو اللي يخلص الجدول بتاعه، الجدول بتاعي ده كان مشحون يعني، يخلص الجدول بتاعه اليوم قبل الظهر من حقه ان هو يلعب على الكمبيوتر، واللي ما يخلصوش هيفضل طول اليوم يخلص فيه ومش هيلعب، فده ثواب وعقاب في نفس الوقت، عقاب أليم ان انت يطلع عينك عمال ما تحفظ بس يجي الظهر وانت ما خلصتش، تخلص على العصر بس انت بتفضل تتفرج على اخواتك وما بيلعبوا وانت كده يعني. بالنسبه لفكره بقى السلفيه والعقيده وكده، خلاص الواحد بقى مش محتاج تعليمات من حد بقى يعني، من والدي ولا غير، هو خلاص الفكره موجوده عندي وانا فاهم علماء السلف يفكروا ازاي، وفاهم قضايا الامه الاسلاميه والحاجات ديت، فانا بقى نشات على ان انا ابقى مستقل عن والدي يعني من صغري، فاختلفت معاه بقى في كتير من الافكار بتاعته وكتير من القضايا، وبقيت خدت طريقي انا لوحدي من سن 14 سنه يعني، ما كنتش متقيد باللي هو بيقوله بقى. انا قريت كتير قوي للمودودي وللندوي وسيد قطب طبعا،
البريمو يعني رقم واحد سيد قطب يعني بالنسبه لي. سيد قطب ما يعتبرش سلفي. سيد قطب يعتبر كل حاجه. سيد قطب يعتبر بتاع كل حاجه. سيد قطب يعني السلفيين رايهم مش ايجابي فيه. مش كل السلفيين. مش كل السلفيين. بس غير كده هو يعني لو من قبل ما نوصل لسيد قطب ايه النقاط اللي كان من الممكن انك انت تختلف فيها مع والدك؟ لان والدك يعني متربي على السلفية وانت نشأت في بيئة سلفية، لكن واضح ان داخل السلفية نفسها في مدارس يعني داخل السلفية في 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 حرب حضرتك، في حرب طاحنة داخل السلفية. تمام. داخل السلفية في تكفير، اخراج من الملة، السلفيين بيكفروا بعض حرفيا. يعني السلفيين أطياف أكتر من أنا وأنا قاعد معاك دلوقتي أحصيها. يعني تخيل إن ممكن نقول إن كل شيخ في مدينة عامل سلفية خاصة بيها لوحده. يعني في سلفية اسكندرية دي ما عرفتهاش إلا بعد ما خلصت دراسة في السعودية وقررت أرجع لمصر بعد الألفينات، يعني في الألفينات دي راح السعودية في بداية التسعينات. في مختلفين تماما عن السلفية بتاعت السعودية. كل سلفية لها علاقة يعني لها مرتبطة بالشيخ بتاعها وظروفه كمان، لأن الشيخ ده لازم يكون واقعي. يعني إيه لازم يكون واقعي؟ يعني في ظروف معينة ما يقدرش يعيش فيها لو هو قال عقائد معينة. هديلك هضرب لك مثلا، مثلا في أنماط كده غريبة. يعني مثلا إيه العيلة الحاكمة في السعودية، عيلة الملك في السعودية، فيها أمير سلفي الأمير ممدوح بن عبد العزيز، شبه الملك عبد الله كده، شبهه. كان وزير داخلية في يوم من الأيام، ده سلفي من العيلة الملكة. فهو السلفية بتاعته غريبة الشكل، يعني هو بيكفر ترك الصلاة مثلا، بيكفر ناس كتير جدا، لكن عنده طاعة مطلقة لولي الأمر وبيمجد فيه مثلا في نفس الوقت. فهو جمع ما بين، عامل باكج كده غريب، عامل حاله حلوه. تلاقيه فتقعد تسمعه مثلا. انا كنت بقعد يعني في الفعاليات اللي بيعملها، او كنت بقعد في المجلس بتاعه الخاص كمان. كان بيقعد معاه طلبه العلم اللي هم النابهين يعني في مجلس خاص كده، بس ما كنتش قادر افهمه. يعني ايه وهو عنده واحد بينظر له، بينظر السلفيه بتاعته، سلفيه الامير ممدوح انا بسميها كده، حد بيسميها كده غير. هو راجل كبير يعني مسن. مثلا في سلفيه في طنطا حصريا، سلفيه الحدادين مثلا، محمود حداد، دي سلفيه مختلفه عن كل الانماط اللي شفناها، ولهم سمات حتى. يعني مثلا ايه بيفتحوا زراير القميص بتاعهم او الجلباب ده، بيفتحوا الزراير بتاعته ممنوع، حرام سلفيين نفس المنهج، حرام عندهم تلبس بنطلون مثلا. الرسول ما كانش بيلبس بنطلون. فدي سلفيه محمود حداد مثلا. او عندك سلفيه المدينه مثلا بتاعت ربيع بن هادي المدخلي والجاميه وغيرها. يعني عايز اقول لك كل مدينه فيها شيخ ليه ظروف معينه عامل سلفيه على مزاجه. ليه؟ لان والناس مش عارفه تفهم ليه كده. ده لان الدين الاسلامي ساب لنا شويه نصوص متهتكه، نصوص غامضه ومش مرتبطه، وحاجه ما تعرفش تطلع منها فكره متماسكه او مترابطه. انت عندك ماده خام سيئه جدا، فانت وهم السلفيين حرفيين يعني هم على قد ما يقدروا بيحاولوا ان هم يلتزموا بالكلام نفسه. فعلشان كده ما بيختلفوا، وكل واحد بيشعبط في حته من النص. لو مثلا نصين متناقضين، فكل واحد بيشعبط في نص منهم ويتعصب ليه بكل قوته بقى، ويقول الثاني لصالح الاولاني، ويقول الثاني لصالح الاولاني، يضيع معنى الثاني خالص. دي في 60 ده صلاح الاولاد. او لو هو حديث ممكن يضعف، ممكن يقول لك الحديث ده ضعيف، حديث ده وعلى على ودنه هو صغير، حديث ده مش تمام. انت ايه الاراء اللي كانت عند والدك مثلا اختلفت معاه فيها وشايف انك انت اللي كنت صح
وهو خطأ. أنا كنت يعني كنت بحب سيد خطبة أكتر منه، هو كان بيحب سيد خطبة برضه، بس أنا كنت بحب مثلا سيد خطبة أكتر منه، كنت برتبط بيه. سيد خطبة أديب وراجل عاطفة، أنا كنت بقدره أكتر من 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 والدي بيقدره، والدي بيخطأه كتير في مسائل معينة وحاجات زي كده، أنا كنت معاطف معاه يعني. هو بالنسبة لي يعني كان ليه قيمة عالية أعلى من مثلا والدي. كنت مختلف معاه في مسائل تانية جوهرية في متعلق بالحكم بما أنزل الله والحاكمية والحاجات ديت، يعني في تفاصيل كتير. يعني هو كان متساهل في موضوع الحاكمية، إن هو يعني حتى ولي الأمر لو ما حكمش بما أنزل الله ما بقاش من الضغوط على طول وتكفير المجتمع. لا، والدي كان كان بيكفر ولي الأمر واللي معاه واللي زيه طلع دين أبوه. أنا لما وصلت 12 سنة بقيت أقل أكثر تسامحا بقى منه بكتير بقى. يعني لما وصلت سن 19 سنة تحديدا اتغيرت، بقيت تبع الدعوه السلفيه في اسكندريه، لان قابلت مشايخ الدعوه السلفيه بقى، محمد اسماعيل مقدم، وكنت بقى عايش ما بين السعوديه ومصر، يعني ما كنتش مستقر فكنت بقى عايش على المنهج السلفي اللي هو بتاع السلفيه اسكندريه، احمد فريد واحمد حطايبه ومحمد اسماعيل والشيخ ياسر ابراهامي والناس ديت. لكن كنت برضه بعيش في السعوديه، وهم كان لهم برضه صدى في السعوديه ولهم يعني نقدر نقول اتباع في السعوديه برضه. وسلفية اسكندرية لها أتباع في كل حتة في العالم، حتى يعني أذربيجان وروسيا، ويعني معروفة الجهزة الأمنية في العالم كله تعرفها. يعني إن هي مزعجة شوية، مزعجة لأنها واخدة من الإخوان الطريقة بتاعتهم في التنظيم والدعوة والأجندة بتاعتهم يعني، وفي نفس الوقت واخدة من السلفية التشدد بتاعها في العقيدة بالذات. مشايخ الدعوة السلفية اللي هم بتوع اسكندرية دول كلهم أطباء. يعني في نقطة مهمة عايز أقولها في موضوع أن المشايخ الأطباء بينجحوا ويقدروا يجمعوا أتباع بسهولة. كلية دي كلية قمة في مصر وليها احترامها يعني. فالناس ديت الناس في المحيط بتاعهم عموما لما يشوفوا الشيخ ده اللي بيكلم المسجد ده أصلا كمان طبيب وكده، بيبقى كلمته لها قيمة عالية، وهو نفسه تقييمهم ليه بيبقى عالي قوي. الشيخ فلان ده شوف رغم انه دكتور وبتاع، بس عايش لربنا وفاهم في الدين اكتر من كده. تلاقي الناس بيقدر ده بيساعدهم ان هم في فترة بسيطة، احمد فريد ومحمد اسماعيل واحمد حطايب ويوسف ابراهام، الناس دي في فترة بسيطة قدروا ان هم يعملوا منظمة خطيرة جدا اللي هي الدعوة السلفية دي، اللي هي عملت بعد كده حزب النور بقى. رغم انهم هم كمان نفسهم اختلفوا اختلاف وما بينهم خلاف حد جدا، يعني في اختلاف داخلي ما بين محمد اسماعيل وياسر ابراهامي كبير جدا يعني. وياسر ابراهامي المفروض محمد اسماعيل رئيس الدعوة السلفية، وياسر ابراهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، بس محمد اسماعيل ده عاملينه رمز كده يعني رئيس شرف، هو ياسر ابراهامي اللي بيدير كل حاجة. والقصة لها اسباب بقى وخلفيات يعني، بس هم أذكى من إن هم يخلوا الخلاف بتاعهم ده يوقفهم أو يجهروا بيه مثلا، أو يعني بيديروه بشكل ذكي إلى حد ما عشان يفضلوا مستمرين يعني. لكن برضو كل الخلافات دي تلاقي منبعها النصوص. يعني إحنا مثلا لما تيجي حاجة معينة في الواقع عايزين يتعاملوا معاها، يعني في مسألة دلوقتي مرتبطة بالواقع، هم شغل سياسة مثلا، فهم مش عارفين رأي مين الصح، فكل واحد جايب بقى من سنة الحبيب المصطفى والسلف الصالح ما يؤيد قراره هو أو رأيه، ويبدأ الخلاف بقى ياخد شكل ديني مش شكل كمان كده، يبدأ ياخد شكل ديني. لا أنت مش فاهم بقى صح بقى المسألة دي، وممكن بدل ما هي مسألة هامشية ممكن توصل حتى للخلاف في العقيدة يعني سهل قوي السلفيين يبدعوا بعض، يقولوا انت مبتدع ضال مثلا، او يقول له ان انت كمان كافر حتى، سهل يعني. في كتير من السلفيين بينشقوا على بعض، وعلشان كده يعني ما همش ناجحين يعني في النهايه. يعني في النهايه هم ما همش ناجحين زي الاخوان مثلا. الاخوان وصلوا للسلطه في بلاد كتير لانهم عندهم استطاعة ان هم يلتزموا ب
الخطه بتاعتهم بغض النظر عن ال عندهم هامش من الحريه في فهم النص والتقيد بيه اكتر من السلفيين. فكره ان احنا نعذر بعضنا على نقاط الاختلاف وما يركزوش فيها قوي. مركز يعني والعقيده مركز. السلفيين عندهم تركز في العقيده والا تخرج بره المله وربنا ومصيرك كله مرتبط بفهمك للمساله دي. يعني مثلا يعني حاجه وهدي حاجه ضايقتني جدا بقى لما وعملت لي اكتئاب في الحقيقه لما كنت بداية ان انت احنا قاعدين مع بعض في اخ بيقول ان مثلا العمل ركن في الايمان واخ تاني بيقول العمل شرط في كمال الايمان كمال الايمان الواجب. ف الاخ اللي بيقول ان العمل ركن في الايمان ده بيقول على الاخ اللي بيقول ان العمل شرط في كمال الايمان الواجب ده ان هو مرجئ، والتاني بيقول عليه ان هو من الخوارج، والاثنين مبتدع. يعني الخوارج يقولوا انتوا كلاب اهل النار، انت يعني يقولوا انت من غلاة الخوارج، يقولوا انت من غلاة المرجئة، وانا قاعد حيران في النص، انا مش عايز ادخل النار في النهايه. انا كل تفكيري من صغري ان انا عايز ابقى ارضي ربنا ومش عاوز ادخل النار من الاخر يعني. فانت مين فيكم صح بقى؟ طب اعمل ايه؟ انا اعتمد على نفسك بقى، تيجي تبحث. لا في المواقف اللي زي كده، في المواقف اللي زي كده ما ينفعش فيها الحياد، لازم يبقى لك راي في العقيده. هتدخل يعني ايه عقيدتك؟ لازم يعني ما ينفعش تقول انا ما اعرفش ما ينفعش. مش مهتم. لا ما ينفعش. مش مهتم انت كده، بس المساله لها علاقه بالتوحيد والايمان. ليه علاقه؟ عشان كده السلفيين عندهم حاجه اسمها قضايا الايمان والكفر، حاجه كده بند في العقيده كده تيجي تدرسه اسمه قضايا الايمان والكفر. وقضايا الايمان والكفر دي لو قعدت اليوم القيامه تدرس فيها عشان في الاخر تفلت من النار، مش هتفلت ومش هتعرف اصلا، لان فيها 600 مذهب وانت مش عارف مين منهم الصح، وما فيش حد منهم معاه امده ربنا مثلا على في نهايه. مهما اخترت في اللي بيكفر الاختيار ده. طبعا ما انت فانت في الاخر اشمعنى مثلا ان انا هاخد اختيار الشيخ فلان ومش هاخد اختيار الشيخ علان؟ مشكله كبيره جدا 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 بالنسبه لي. انا كنت بمشي يعني هائم على وجهي ادعو الله ان هو يهديني بقى للحق، انا مش عاوز ادخل النار بس يعني. واستغرب جدا الناس متعايشه مع الخلاف دوت. طب ما كده حد فينا هيدخل النار بقى، وحد فينا اصلا؟ فالواحد كان بيقعد، انت عارف الواحد كان احيانا بالواحد كنت بروح اغتسل وانطق شهادتين من جديد على اساس ان انا مش عارف انا كافر ولا مسلم اصلا، أنا ادخل الاسلام بقى من جديد اعمل ايه؟ طيب ما انا مش عارف. فقدنا ايام سودة يعني مع الحكايه دي، مع المذاهب دي. والواحد ما سابش الاسلام من فراغ. في ناس فاكره ان الواحد فجاه يقول لك انت قول لي على اللحظه الفارقه. لحظه ايه الفارقه؟ هي تجربه وتراكمات. انا عمري ما كنت اتخيل ان انا اسيب الاسلام اطلاقا يعني. انا كنت اخر واحد في الدنيا تتخيل ان هو ممكن يسيب الاسلام هو انا بالنسبه لي يعني. بالنسبه لي دي فكره يعني ما مش ورد ابدا ولا في اسوء الكوابيس يعني. فكره بالنسبه لي مرعبه اصلا. وكنت بعمل كل حاجه تبعدني عن حاجه زي كده، من الدعاء والصلاه والعباده والاسئله والادعيه اللي هي فيها يا رب بعدني عن الشك ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. دايما كنت بقول الدعاء ده لدرجه ان لسان الواحد اتبرى من كتر ما بيقوله حرفيا بجد. يا ولي الاسلام يا اهلي مسكني الاسلام حتى القاك عليه. الواحد كان بيقعد يلح عليه ده على ربنا في الحكايه دي جامد يعني، على اساس ان هو. لكن التجربه بتاعتي ان انا ممكن تحط لها عنوان مش عارف ارديك ازاي. انا مش عارف ارديك ازاي، انت عاوز ايه؟ ما انا يعني النيه موجوده انا عايز النيه موجوده جدا وانا بعمل كل حاجه من طرف واحد يعني. بعمل لك كل حاجه من طرف واحد حرفيا. انت ما بتطلبش حاجه انا ما بعملهاش للحد اللي انا اجوع. انا كنت بصوم كتير قوي، كنت بصوم. قال لك افضل الصيام عند الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب وانا هعمل زي داود؟ الصدقه مثلا، لك ابو بكر صدق بفلوسه كلها. انا ممكن كنت اقبض المرتب بتاعي ما خليش منه ولا مليم، اعمل زي ابو بكر. عايز اعمل اي حاجه تخليني
في النهاية في السليم، لأن برضو أنا من صغري كانت الشكوك في الدين برضو إيه بتهاجمني. فأنا علشان أهرب من الشكوك دي، أولا كانت بتخليني أحس بالذنب، ثانيا خوف، الخوف. فأنا عشان أشيل الذنب ده عن نفسي وأدخل لمنطقة الاطمئنان، كنت ببالغ في الإيه، في العبادة والصدقات والطاعة والأنواع من الـ من الـ من الـ يعني الزوبان بقى في الـ في الـ في الإله. إن أنت عايز تحب ربنا بأي طريقة، عايز تحب، أنا عايز أحب، أصل صعب إن أنت تحب ربنا في الإسلام بالمناسبة، ما هيش مهمة سهلة، لأن هو طول الوقت عمال يشتم ويبكت فيك ويهددك، وده ده صعب إن أنت تحبه. وبعدين أنت مش شايفه ولا متصوره أصلا، فأنت صعب إن أنت تحبه بكل الأشكال يعني. يعني هو دلوقتي أنت احنا بنحب عشان بنتصور حد معين وبنتعامل معاه فبنحبه، فاحنا ربنا لا بنتعامل معاه ولا حاجه، كل اللي بنتعامل معاه شويه نصوص مليانين تهديد ووعيد، فانت هتحبه منين يعني؟ فانا كنت بقى ادور على طريقه احبه بيها بقى، فكنت بقى قاعد اقرا القران ورتل فيه بقى بالساعات واقرا السور اللي جنه وحور وانهار خمر ما مش لازماني برضو الحكايه دي قوي، خلي بالك هي مش مغريه، خلي بالك بالنسبه لشاب مثلا الجنه والموز وما فيهوش لا في موز، ليه ما يبقاش في موز؟ هتكفر انا هكفرك. ما هوش يعني لا، وصف الجنه ما هوش يعني قوي، كان بيجيب معانا الحور العين مثلا والحاجات دي بالنسبه للشباب يعني. بس هو الفكره يعني بقى يعني هو الفكره في الجوهريه في في في, 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 في تجربتي انا، ان انا اصلا عايز ابقى كويس يعني، انا عايز ابقى انسان صالح قبل كل حاجه يعني، جنة أو من غير جنة أو نار أو كده. أنا شخصيتي إن أنا عايز أبقى حد كويس، أنا ميال جدا لأن أنا أبقى حد كويس يعني، ده شيء ملح بالنسبة لي. أنا عايز أبقى إنسان كويس قبل كل حاجة، فمفيش أسوأ من أنت تبقى كافر مثلا، فنحاول نبعد عن الكفر بقى. والأفكار بتاعت الإلحاد كانت بتيجي، ودايما كان يجي السؤال برغم كل التهرب وكل العباده يعني، انا كنت ممكن اقضي ليله كلها اطوف واصلي ركعتين، بعد سبع اشواط اصلي ركعتين وادعي ربنا واطوف سبع اشواط تانيين وكده، بس كان دايما يجي سؤال، هو انت ازاي متاكد كده ان الرجل اللي كان في نفس المكان ده من 1400 سنه، انا كنت بعمل كده، كنت عايش في مكه، كان صادق؟ ولو هو صادق مش في احتمال على انسان مثله في نفس ظروفه ان هو ما بقاش صادق؟ لو في احتمال ان واحد في ظروفه دي ما بقاش صادق، ليه ربنا اختار الطريقه دي في التواصل معاك؟ ما طريقه يعني زي السؤال ده بدري وانت في عز تدينك وتمسكك بالايمان، كان السؤال ده بيلح عليك ان احتمال يكون طبعا. وانا صغير كان دايما السؤال ده يجي انا طالع ديني في العباده وطالع في ديني في الحاجات دي، فكل ما انت تبذل مجهود اكتر كل ما تحب تستوثق، اذا كان من داخلك يعني، من داخلك في حاجه من جواك بتقول لك، لما تتاكد بقى ده انت طالع دينك في 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 في, في الحاجات دي، ما انت مش مؤمن كده وخلاص وبتروح تعمل صاحب بنات، لا انت حياتك كلها انت مقطوع لله من الاخر يعني، انت مش عاوز حاجه من الدنيا، انت عاوز الاخره. طب افرض انا طب يا رب هو انت ليه اصلا خليت كل مصيري مرتبط بشهاده من الشخص ده او ادعاء منه؟ طب ما هي الفكره نفسها مش منطقيه، مش ذكيه اساسا ان انت تبعت لي حد، افرض يكون مرض مثلا، افرض يكون هو الحد ده مرض، افرض الحد ده بلاش كده، بلاش ان هو يكون كذاب ولا مريض عقليا، افرض ان هذا الشخص قرر ان هو يكذب للمصلحه العامه مثلا، اخترع القصه دي علشان خاطر يقاوم المجتمع بتاعه يعني، نحسن الظن بيه لأبعد الحدود، في النهاية الرجل كذب كذبة محلية ومرهونة بزمانها مثلا، لكن أنا بعد 1400 سنة هضيع عمري عشان يعني الفكرة نفسها أصلا في إن هو يختار حد يبعته لنا مش يكلمنا بشكل مباشر، فكرة واضحة جدا يعني، واضح جدا إن مش ممكن يكون إله ياخد الطريق ده. ومع ذلك الواحد كان بيحاول يهرب بقى من الفكرة دي دايما يعني، يهرب بقى للعباده، يهرب للطاعه، يهرب للحاجات دي. ضيعت وقتي بقى 27 سنه على نفس الطريق 27 سنه.
في 27 سنة دولت أنا عايز أعرف العقيدة الصحيحة في الله، فعديت على الطوائف الإسلامية كلها دراسة واحتكاك مباشر مع أتباع الطوائف ديت، يعني عايز أقول لك في مكة كان كل الطوائف من العالم الإسلامي بيجوا، يعني أنا قابلت ناس من طالبان وقعدت معاهم، قابلت ناس من الجماعات الإسلامية كلها المشهورة الصوفية غيرهم، سمعت من الكل. أنا عايز أعرف مين الصح في كل المذاهب دي. ففي النهاية يعني بعد بقى 27 سنة، لما وصلت لعمر 27 سنة كنت مثقل بقى بالإيه بالتجربة دي بقى، ما عنديش بقى إيه، يعني أنا تقريبا فاهم كويس قوي إن الدين ده بشري، وإن الدين ده ما كم يعني ما جلناش بالصورة ديت كده فجأة، ده الدين ده اتطور وأضيف ليه عبر العصور حاجات كتير جدا، وكل منطقة في العالم الإسلامي ده وكل شيخ عاش فيه ساهم بحاجة في هذا الدين، وما هوش أحسن حاجة، وإن هو قاسي جدا لدرجة لا تطاق. دي الحاجة اللي أنا وصلت لها وانا عندي 27 سنة من غير ما اعرف ان انا وصلت لها، يعني لسه بصلي ولسه كده، بس دي حاجة بقت قناعة عندي خفية، قناعة خفية جت بالمراكمة، ما جاتش فجأة، يعني جت بقى تراكم بقى يعني، فبس عندي القناعة ديت وانا مش مدرك ان هي عندي، ومش شايف ان من حق ان انا استحضرها او اخليها بدل ما هي دفينة اخليها واقع وعيشه، مش مدرك ان انا من حقي اعمل كده. ف يعني قرات شويه في علم النفس بسبب تجربه يعني أليمة حصلت لي. هو بس قبل ما يعني نقف هنا هو شويه، ممكن لو رجعنا شويه مثلا انت بطبيعتك شخص عايز تبقى كويس، واضح انك انت يعني حساس وفيك حتة رومانسية مثلا او روحانية زي ما بيسموها، هي من ناحية المشاعرية يعني الجانب العاطفي الانساني عنده واضح يعني. طيب ما هو انت اللي يناسبك مش الله اللي بيهدد اللي انت عاجز عن التواصل معاه، انت اللي يناسبك اكتر لشخصيتك، وناس كتيرة يعني من الأديان لقيوا الحل الغنوص الصوفي. يعني أنت صوفيين إيه اعتراضك عليهم؟ ليه ما بقيتش صوفي؟ قبل قعدت فترة معاهم بس بقيتش صوفي، اتخذت منهم أصدقاء نتحاور وأحضر معاهم الدروس بتاعتهم وأقرأ الكتب بتاعتهم عشان أفهمهم. هم كمان الصوفية في الضياع، الصوفية برضو في الضياع. ما هو أنت مشكلة إن هم الصوفية زي المازوخيين يعني هم عاملين ربنا انت حلو جدا واحنا ولاد كلب لدرجه ان احنا رمم يا جدع. ده احنا طب ما انت كنت بتعمل كده شويه أوكي. يعني كل العبادات اللي انت بتعملها دي عشان عايز تحبه. اوكي 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 هم الموضوع عندهم واخد شكل ايه، واخد شكل معقد قوي ومبالغ قوي قوي قوي. كمان التوثيق عندهم ازاي سلفيين، فانت راجل كعبك عالي عليهم في التوثيق، يعني هو على اساس ان هو توثيق يعني كده وكده يعني. فهم عندهم كتير من الاحاديث الضعيفه والموضوعه والمتنقله على عينيها بياخدوها، واخد بالك، وبعدين ما يقول لك الكتاب ده بتاع امام علي مثلا، الكتاب ده بتاع مش عارف مين، هو انت ما يعني الكلام ده ما يعني احنا كسلفيين عارفين ان هو بلح، يعني تخيل ان احنا كسلفيين عارفين ان هو بلح، فتخيل بدل درجة البلوحة فيه يعني. ده عجوة خالص. حاجة في الضياع جدا. فهما الصوفية يعني بس كنت بحبهم طبعا كاشخاص برضو عايزين يبقوا كويسين. هم عايزين يبقوا كويسين بس. مش كده ان في الصوفية بيجوا على نفسهم قوي كمان. يمكن اكتر من السلفيين في حكايه العباده والحاجات دي، وجلد الذات عندهم بقى يعني واخد شكل حاد جدا بقى، يعني واخد شكل حاد جدا،
الذنب والتقصير وكده هو. ومهما انا عملت فيه عملت لك في النهايه انا ابن كلب ورمه وانت جميل قوي وانت حلو جدا. وبعدين يقعدوا يبالغوا في الحاجه لدرجه ان هم تجي لهم اوهام حقيقيه تجلي وحاجات غريبه ليه؟ لان هم بيبالغوا لدرجه المرض النفسي، يعني يمرضوا نفسهم نفسيا حقيقي. يعني انت تقعد تجبر نفسك على انك انت تهلوس حرفيا بالصوفيه. من خلال ايه؟ من خلال الطقوس بتاعتهم والعبادات تلاقي نفسك الدماغ نفسها دخلت في حاله ترانس كده هو، والاستغراق ساعات في فكره معينه ومحاوله يعني استحضارها للواقع كانك بتحضر عفريت مثلا انت مثلا. فبس انا عايز اشوف الرسول في المنام بقى، ويقعد يعملوا افلام عشان يشوفوا الرسول في المنام، تقعد تفكر فيه الصبح وبالليل وبتاع وتعمل قصص وتتخيل سيناريوهات. ولازم هتشوفه في الاخر. تخيل سيناريوهات، تقعد بقى مثلا اسبوع تفكر في الفكره دي مثلا لحد ما تشوفه في الاخر مثلا، او حتى ممكن تسمع صوته كانه نادى عليك مثلا في الواقع. انت مرضت نفسك حرفيا، اهلكت عقلك طلعت دين نفسك، فانت ممكن تحتاج تتعالج اساسا يعني. طب في نفس الفترة دي قبل ما تبدأ فترة التحولات التانية، يعني لما بديت يعني تبقى لك نظرة نقدية لكل ما فات، في الفترة دي هل أنت يعني علاقتك بالآخرين، يعني مش لازم يعني حتى بالنسبة للأسرة لو حبيت تكلمنا، ولكن يعني مع الآخرين مثلا مع الفرق اللي بتعتبرها كافرة أو ضالة من وجهة نظر السلفية، الإخوان المسلمين، السياسيين، المسيحيين مثلا؟ علاقتي بالفرق الإسلامية يعني كانت متناقضة، يعني مثلا كنت ممكن أكفر بعض الصوفية لكن ممكن يبقى عندي أصدقاء صوفيين، يعني لأن كنت بحب الناس بصفة عامة، يعني أينما وجد الناس أنا أقدر أتعامل معهم. يعني كان عندي أصدقاء من التنظيم القاعدة، أصدقاء جهاديين كتير، ودول كانوا نسبة كبيرة من أصدقائي، لأن في مساحة ضبابية ما بين السلفية بتاعت السلفية العلمية اللي بيسموها السلفية العلمية بأنواعها بفروعها يعني، واللي فيه اللي جزء من الدعوة السلفية، وما بين السلفية الجهادية، يعني هم تقريبا حاجة واحدة، ما عدا إن دول بيقولوا إن إيه إن اللي أنتوا بتعملوه دوت تكتيكيا غلط حرفيا نفس الفكره، بس ايه يعني تخيل الخلاف ما بينهم في ايه، في ان اللي انتوا بتعملوه ده تكتيكيا غلط، لكن هم يعني لو سالت شيخ من هل هم مجاهدين هيقول لك مجاهدين طبعا، هم بيجاهدوا غلط بس هم مجاهدين، عشان بيجاهدوا غلط عشان انت ما ينفعش تحارب الدبابه بالكاراتيه مثلا، فاهمني؟ لكن انت كنت معجب بيهم طبعا، كانوا مجاهد، كانوا اصحابي، كنت معجب بيهم طبعا. لا يعني انت فكرت انك انت تعمل زيهم، ولا كان في بينك وبين الدم مشكله؟ انا كنت في بيني وبين الدم مشكله حرفيا، يعني لان انا عندي مشكله مع الدم، مشكله اكبر من يعني انا ممكن انا لو شفت مثلا حد مجروح او كده عندي مشكله مع الدم، ممكن يغمى علي اساسا، وكنت بقعد ادعي ربنا بقى ان هو يعني يشفيني من الحكايه دي عشان اعرف اجاهد بقى في سبيل الله. بس انا هم اصلا يعني الناس دي برضو شباب، برضو الشباب الجهاديين او كده شباب كويس، بس هم التعليم اللي مخليهم كده، فانت تشوفهم في المعاملات برضو اليوميه والحياه وكاصدقاء ناس كويسه، وكان الفكر بتاعهم بيستوي كتير من الشباب. ليه؟ لان هو في حماس وفي اكشن، فكتير من الناس السلفيين كانوا كده، يعني كانوا جهاديين في نفس الوقت، بيطلعوا بقى مع فكرة سيف الإسلام خطاب بتاع الشيشان، بيطلعوا بيفكروا في 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 في, في الموقف، يعني انت عارف الشباب يعني بيتحمسوا قوي بقى لفكرة الكفاح المسلح عموما، يعني بالنسبة بس انا ما انخرطتش في حاجة زي كده، يعني حتى لما جت فرصة حقيقية لكده السفر للجهاد في العراق وكده، وكتير من اصدقائي يعني قرروا ان هم يروحوا، انا ما كنتش واحد منهم، يعني انا ما كنتش واحد منهم، ما كنتش واحد منهم لانك انت ما كنتش تتحمل منظر الدم من ناحيه الفيزيولوجيه يعني،
ولا في مشكلة معك نفسيا رغم انك انت متدين لكن برضو مش قابل انك انت لا، هو حاجات كتير، هي حاجات كتير. اولا الجهه اللي كانت بتنظمهم انا كنت ما كنتش عارفها يعني، فانا قلت لهم انتوا، هم كانوا 70 واحد هيسافروا من اسكندريه، فكان فيهم زي 14 واحد من اعز اصحابي يعني. ساعتها بقى يعني قلت لهم، طبعا القضيه دي مشهوره في امن الدوله والحاجات دي عشان هم اتمسكوا كلهم. كلمنا عنهم لان احنا مش بالضروره متابعين او الناس يعني اللي معانا تعرف القصص دي، ففرصه احنا بنسترجع التاريخ يعني. هم في الفترة دي، في فترة حرب العراق وكده، كان في زي بعد كده فترة سوريا والحاجات دي، ناس اتضمت لما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام والحاجات دي اللي هي داعش. قبليها كان في ساحة جهاد بيقولوا عليها في العراق، فكان في شباب كتير بيروحوا العراق يجاهدوا يحاربوا الأمريكان من كل العالم الإسلامي. ففي ناس حاولت تروح من مصر، فكان في حد يعني انا بقى يعني اول ما عرفت بالحاجات ديت ان واحد من اصدقائي اللي بيصلي معايا في الجامع قال لي، كلم كلام جميل كده، كان مشرق قوي، هو كان فرحان طاير من الفرح، فقال لي انت لو جات لك فرصه للجهاد هتجاهد، وكلمني عن الجنه والحاجات دي. لقيت الولد يعني تغير، الواد متغير، الواد مبسوط، كأنه دخل عالم جديد او جرب تجربة جديدة، فاهمني؟ الواد عامل دماغ من الانبساط. حب جديد بالظبط. منتشي. فكنا في نفس السن يعني تقريبا، فانا فهمت من كلامه ان هو راح يعني يجاهد وكده، ان هو بيدعوني للدنا انضم ليهم يعني. بعد كده عرفت ان هم واخدين شقه في اسكندريه بيتقابلوا فيها الشباب دولت يعني، بينظموا للرحله ديت ويتفقوا على حاجات معينه. كانت في شارع العيساوي، كانت في سيدي بشر. وبعدين انا ما رحتش الاجتماعات بتاعتهم يعني، لكن كنت لانهم وثقوا فيا جدا يعني، كانوا بيكلموني بقى، عرفت ان فلان وفلان 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 كل طلع دي فيها ناس كتير. بقى انا ما فكرتش اروح معاهم لاسباب كتير، منها ان انا يعني مش عارف الجهه اللي بتنظمهم، وخايف يكون بتلعب بيهم اصلا او يستغلوا في معركه اصلا مش مظبوطه اساسا. الوضع كان ملتبس جدا من وجهه نظري انا في العراق نفسها يعني، مين بيحارب مين ومين بيحارب لصالح مين ومين بيوظف مين. انا كنت تفكيري شويه في الحاجات دي معقد، لان كنت بتابع السياسه بشكل كبير يعني من صغر، فقلقت بصراحه يعني، قلقت من حاجه زي كده. غير ان انا اصلا يعني مش متصور نفسي ان انا بقتل، دي برضو يعني دي حاجه كنت بحاول ادعي ربنا ان هو بقى يخليه يتغلب عليها، فكره ان انت يعني. وكنت بقعد معاهم نتفرج على الافلام اللي بتاعت الذبح والحاجات ديت، فكنت بتعب نفسيا لدرجه الانهيار يعني، كنت بتحمل حاجه زي كده يعني. الافلام اللي بيصوروها لتشجيع الناس ان هم ينضموا للعمليات الانتحاريه والقتل. القتل في كان في الفتره دي في العراق، في نفس الفتره دي تحديدا كان في عمليات اعدام في حق الاسرى الامريكان، بيلبسوهم احمر كده وبيذبحوهم بالسكينه كان ساعتها، ويقعدوا يصرخوا بقى. والفيديوهات دي كانت بتيجي بقى بتتباع في اسكندريه في الشوارع على الرصيفه، خلي بالك، قدام المساجد. وكنا بنقعد نتفرج عليها، فانا كنت بقى يعني فيديو زي كده كان ممكن يخليني مثلا مصدوم لمده مثلا اسبوع مثلا، مش قادر، منهار مثلا. فكرة ما كانتش جذابه بالنسبه لي يعني من الناحيه دي، فما سافرتش. بعد كده هم اتمسكوا للامن، الامن الاخ ده تحديدا اللي هو كان بيكلمني ده تحديدا، كان بيكلم خاله وقال له بنفس الطريقه اللي قال لي بيها دي. فخاله دوت كان ليه صديق في الامن الوطني، كان ساعتها اسمه امن الدوله ساعتها، خاف عليه بقى، فقال له الولد ده انا مش عارف اعمل فيه ايه، الحكايه كده. جابوهم كلهم، في اتنين منهم نجحوا في ان هم يخرجوا من مصر وجابوهم العراق نفسها،
كان في مجموعه تانية مرتبطه بيهم في ليبيا جابوهم من ليبيا برضه، فهم ساعتها الامن جابهم كلهم، مفيش حد سافر اصلا. طب يعني كان في تنظيم امني كويس وتواصل مع جهات امنيه في بلاد تانية؟ اكيد طبعا اكيد. ما هي بس هي المشكله ان هم يتركوا الدعاه للذهاب للجهاد وترويج للافلام اللي زي كده هو، وبعد كده هو نقبض على الناس، ما هم من البدايه ولا ايه؟ صح، ما ده اللي احنا بقوله طول الوقت صديقي العزيز، ما ده اللي احنا بنقوله طول الوقت وصوتنا البحر احنا بنقوله، لان اصلا انتوا عاملين فاتحين يعني حنفيه دم، وبعدين عمالين تلموا بقى، عمالين تلموا الدم اللي مطرطش ده، ما تقفلوا المندع ده. ما هم المشكله ان هم نفسهم ما عندهمش مشكله مع الدين، وهي دي المشكله، ان الاجهزه دي والحكومات دي ما عندهاش مشكله مع الدين في حد ذاته، وهي دي المشكله. ما هو الدين هو اللي بيعمل كده في النهايه، هم ما يعرفوش يعني، هم ما عندهمش ما يعرفوش الحد الفاصل اللي بين الشيخ اللي يوقفوه وبين اللي ما يوقفوهوش، من اول شيخ الازهر لحد ياسر برهامي، لان كله في تماهي يعني، في ما فيش حد واضح ما بين الشيخ اللي يجيب اللي ينتج متطرفين والشيخ اللي ما ينتجش، كلهم من الاخر بينتجوا تطرف في النهايه. بيبقى في درجات يعني، في واحد كيوت يجيب اول خطوه، بعد كده واحد يصعد بالزبط. يعني ابتداء من اللي تحت الكيوت خالص، ده البشوش اللي ممكن بيخاف من منظر الدم، بس ده يبقى حلقه توصل في النهايه للدم. بالظبط، هي الفكره، هي الفكره بعد، هي فكره زي سكه الممنوعات يعني، الادمان يعني، بتوصل لبعضها في النهايه يعني. شيك يعني. كنت عايز اقول ان القرار بقى ان الواحد يخرج من الفيلم ده. لا طب بس علاقتك، كنا بنتكلم مع الفرق الثانيه انك انت ما كنتش كاره، كان من ممكن يبقى لك اصدقاء في كل الفرق. طب ايه علاقتك بالمسيحيين غير المسلمين؟ احنا خلاف ما بيننا داخل السلفيه نفسها او داخل الاسلام عموما حاد جدا يعني، خلافي مع الشيعة مثلا عنيف جدا، عنيف، رغم ان برضو لما اتقابلت مع الشيعة في السعودية على ارض الواقع كان ليا اصدقاء منهم، وده كان تناقض انا مش فاهمه لحد دلوقتي يعني، يعني الخلاف عنيف جدا، لكن على المستوى الانساني انا لما بلاقي نفسي الشخص اللي ده بحس ان هو كويس، انا بحاول بقى ان يا اما ادعي ربنا ان هو يهديه او كده، لكن بتبقى العلاقه كويسه بقى يعني، صداقه كويسه وكده، ممكن احس بالذنب ان انا بعامله كويس بعد كده عشان المفروض ان انا اكرهه، لكن لما بقابله مثلا او كده او زماله في العمل او كده، كنت بلاقي الدنيا لا مش عارف اخد موقف من ده، شخص لذيذ جدا، فاهمني؟ في يعني انسانيتك كانت بتغلب عقيدتك. غالبا غالبا مع المسيحيين في مصر مثلا انا كنت متجنبهم تماما، وما حصلش ان انا يعني اكون في ظروف بحيث ان انا اكون اتعامل مع حد منهم او يكون زميل في العمل او كده يعني. في ما بين السلفي والمسيحي في سدود كتير، في حواجز كتير، ما كانش في فرصه ان احنا يعني يكون عندي اصدقاء مسيحيين، وكمان كان في تحريض كتير ضدهم في داخل السلفيه في مصر يعني، كراهيه شديده، لدرجه ان مثلا احيانا ممكن يبقى في اذى يعني، في اذى بالكلام او اذى حتى بالافعال يعني مسألة دي وحشه قوي عند السلفيين، وحشه جدا يعني جدا. طب انت كنت شاهد على احداث فيها اذى يبدأ من مجرد مشاعر كده هو، ويبان على تعبيرات الوش لللفظ للعنف، العنف يعني اللي ممكن يصل للفوضى، لفوضى احداث 45 انا كنت شاهد وكنت موجود، انا ما شاركتش في اي عنف يعني، بس انا شفت كل حاجه بعيني. ايه احداث 45 دي؟ احداث شارع 45 في اسكندريه، واحداث محرم بيه، كل الحاجات دي كنت شاهد عليها يعني. ادينا مثلا يعني مختصر يعني كده ايه اللي حصل فيها يعني، مش عارف، الملف ده حساس جدا، ولما الحاجات دي بتتدفن يعني، لما بنصدق ان هي تتدفن فاهمني، بس يعني هي كل ملخص الموضوع ان يعني الحقد والتحريض
في النهايه بيحرك الناس يعملوا أسوأ الحاجات. طبعا في دم وفي ناس ماتت وكده يعني، واشتباكات بقى وحاجات مقرفه جدا يعني، حاجات ناس بتقتل في بعضها يعني، ودخلوا محلات بعض يكسروها، وطلعوا بيوت المسيحيين يكسروها والمسلمين. انا هي بدات من السلفيين، تحريض في الجوامع على اشاعه، تحريض في الجوامع يكبر، تحريض في زي مثلا المسرحيه بتاعت محرم بيه اللي هي مسؤوله عن احداث محرم بيه، مسرحيه مع داخل الكنيسه، حد فتان من السلفيين دخل يعني عمل فتنه، دخل سرب الموضوع، وده سخريه واهانه للنبي بتاعنا وبتاع. وبعد كده الناس العاديه هي اللي بتقوم بكل حاجه، مش السلفيين. السلفيين بيطلعوا بعد كده يهدوا الناس وياخدوا اللقطه يعني، المشايخ الكبار يعني، هم بيمشوا بالناس يحرضوهم، وبعدين الناس تطلع تعمل أسوأ التصرفات. الامن الوطني يتكلم او الامن الدولي ساعتها يكلم الشيخ، الشيخ يطلع يهدي الناس او يعمل مثلا ندوه يهدي الناس. يعني في احداث محرم بيه التناقض وصل لدرجه ان الشيخ عامل، كان في مسجد اسمه الفردوس كده، فعاملين ندوه هناك عشان يهدوا الناس لمنهم كلهم. فالتناقض ان الشيخ جه عنده تعليمات ان هو يهدي الناس دي، فالناس رايحه تحضر، احنا كنا رايحين نحضر، والاخوه جايين من كل حته بميكروباصات، جايبين معاهم سيوف ومواسير وحاجات من دي، على اساس ان الشيخ هيحرضهم يروحوا يقتلوا في الايه، في الناس، وهو الشيخ جاي اصلا يهدي الناس يعني. كل يعني في الاخر هم اخذوا المواسير بتاعتهم والسيوف والاسلحه اللي كانوا جايبينها، الحاجات والعصيان والشوم والحاجات دي، وروحوا، فاهمني؟ في النهايه بس هو شوف الناس رايحه فين، والمشايخ في النهايه رايحه فين، عشان لما المشايخ يطلعوا في التلفزيون يقولوا اصلك احنا بنقول أنت بروهم وتقسطوا إليهم، وإحنا ما بندعوش لكده، مش حقيقة هما بيعملوا كده، لكن هما كل خطابهم تحريضي. في تناقض كبير جدا ما بين كلامهم اللي بيقولوه في الإعلام أو بيقولوه علشان خاطر يهربوا من فكرة إن هما يبقوا مسؤولين عن الدم ده، والكلام اللي هو بيعملوه علشان خاطر يحركوا الناس دي كلها للكراهية أساسا. لأن في أحداث فتنة زي كده هو، وفي الآخر زي ما أنت بتقول في الآخر اللقطة النهائية بعد التحريض وكده هو، ولما كان في حرق كنيسة بيجي مثلا ياسر برهامي بيبقى موجود، لان انا فاكر المشهد ده، انه بيقول طبعا الكلمتين الحلوين وتقسطوا اليهم والكلام ده، وفي الاخر بيقول يعني ويعني انا الحقيقه احنا لما دخلنا جوه الكنيسه الحاجات اللي بتتحرق لقينا في حاجات كده هو لونها احمر وكانها يعني ملابس سيدات، ولقينا زي احجبه وكلام زي كده هو، فيعني طبعا هو الكتب القبطيه مثلا هو ممكن يعتبرها احجبه، يبقى بيعملوا سحر. هي دي الرساله المقتنعه، حتى وهو بيهدي بيبلغ رسائل ان الجماعه دول بيعملوا سحر. وبعد كده ايه حكايه اللبس الستان واللي لونه احمر وشفتيشي والكلام ده كله، يعني كان يعني في ممارسات عاهره بتتم في الكنيسه. فالمهم يعني ان احنا كنا معتكفين مره مع الشيخ ياسر، والامن امن الدوله طلبته ساعتها عشان يطلع، فهو المقفول المعتكف ما يخرجش من المسجد، بس هو شاف انه ده ضروره شرعيه ان هو يخرج فقط للحاجات. خرج ركب عربيه الشرطه ومسك الميكروفون بتاع الشرطه، وقعد يدعو الناس ان هم يهدوا وبتاع ويهدي فيهم وكلام من ده. والفكره في دماغه مش زي ما الناس متخيله ان هو مثلا ده امر مهم دينيا، لا هو امر مهم سياسيا عشان مصلحه الدعوه السلفيه، عشان دي صفقه في النهايه الناس ما تعرفش عنها حاجه يعني. هو ده مقابل، هو عايز المقابل بعد كده، عايز هامش من الحريه، عايز يبقى ليه دور اكتر. ده ليه هو دي فكره بتخدم التمكين عنده، مش ان هو خايف، لا خايف على المسيحيين ولا غيره، بالعكس هو للاسف الشديد يعني التعليمات الاسلاميه الحرفيه ضد الاخر عموما، وهم سلفيين حرفيين جدا واخدين التعليمات دي على محمل الجد، فمجانين. طب انت حسيت بان هم بيدعوا لشيء وبيبطنوا شيء، بيقولوا شيء في الجلسات الخاصه في تحريض، وبعد كده يرجعوا كانهم امام الدوله امام الاعلام كانهم دعاه سلام وتهدئه. انت يعني انت شفت ده، ايه كان رد فعلك؟ مش في الجلسات الخاصه، في الدروس حتى العامه والحاجات دي كلها تحريض كلها يعني، يعني الدروس والفقه والحاجات العقيده والحاجات دي كلها تحريض يعني، دول كفار وكذا وكذا وكذا. وفي المجالس الخاصه والعامه ما هوش سر، هو ما هوش سر ان الكافر يذل مثلا او يحتقر، وان المسلم اخو المسلم ويوالي المسلم، بس في العقيده السلفيه والولاء والبراء ما هوش سر. لكن هو المشايخ دول بقى لما بيجوا ياخدوا اللقطه مثلا او يطلب منهم امنيا يقولوا حاجات زي كده بيقولوها، وعندهم تاويلاتهم يعني، وده الاستثناء مش القاعده.
طب انت ما تناقشتش مع انت ما تناقشتش مع حد منهم في الموضوع ده، لانه من ممكن انت تكون ارتبكت، يعني هو ايه اللي بالظبط يعني هو لا يعني لا. احنا خايفين ولا المفروض المسلم ما يخافش يعني ولا يرضى الدنيا في دينه وكده يعني. يعني انت كشاب متحمس ومثالي. هم محترفين يا أرنست، هم محترفين يعني، هم محترفين، هم لما يجي ينظر للتصرف ده بينظر ليه كويس، فهم محترفين، فانت ما بتشكش في ان ده تصرف، لان حتى التصرفات التكتيكية دي موجودة في السيرة وفي السنة بتاعت محمد. يعني فكرة التقية مثلا، فكرة ان نبش في وجوه اقوام وقلوبنا تلعنهم، ففكرة التقية موجودة، احنا فاهمينها، بنعتبرهاش نفاق، بنعتبرها تقية او تكتيك، الكذب مشروع في حالات معينة مثلا. هما بيطلع يقول انت بروم تقتل، او يقول ان دول معاهدين، او يقول كذا او يقول كذا، احنا بنبقى فاهمين المصطلحات دي معناها ايه. طب وازاي بعد كده هو يجوا السلفيين لو قدامك يلوموا الشيعة ان عندهم التقية؟ طب ما انت يعني المفروض تقول يعني ما انتوا شغالين بالتقية، زي ان احنا نلوم اخرين على التقية يعني، برضو في الامر فيه لاي واحد يعني بيلومهم على التقية ويعيروهم بالمتعة، والاثنين موجودين في الإسلام، وده حاجة غبية جدا. يعني هم بيلوموا على التقية، هم الشيعة بيبالغوا في التقية شويتين ماشي، يعني هم موسعين الموضوع في التقية جدا. يعني هو السلفيين يقول لك الضرورة تقدر بقدرها، يعني على قد الموقف، فاهمني؟ يعني احنا مش بنعمل التقية دي عشان بنحب التقية، يعني التقية مش غاية، وسيلة. الشيعة مخلينها زي قربت تبقى وسيلة، إذا كأنهم هيتعبدوا الله بالتقية، يعني موسعينها جدا. ليه؟ لأن القصة جاية من إيه أصلا؟ الشيعة عند الشيعة ليه بيحبوا التقية؟ لأن إذا كان علي بن أبي طالب كان بيكره عمر بن الخطاب ويكفره زي ما هم كانوا بيعتقدوا، ليه ما بينهم نسب؟ ليه ما بينهم نسب؟ يعني ليه عمر مثلا يجوز علي مثلا او كده، فاهمني؟ او انا مش فاكر بالظبط مين اللي جوز مين بصراحه، نسيت. لكن كان دايما يقول لهم مثلا هو مين كان متجوز مين. في بعد موت ابو بكر في علي اتجوز حد من تبع ابو بكر. اه صح كده، عشان محمد ابن ابو بكر ده يعتبر ربيب علي، مش عارف مين اتجوز مين، بس حد كبير قوي عندهم اتجوز حد، نسيت. لان محمد ابن ابو بكر اللي بعته لمصر، واللي هناك بعد كده هو الامويين راحوا حرقوه في جوف حمار والكلام ده كله، لان كان محمد ابن ابو بكر كان شديد الانتماء لربيبه اللي هو يعني كان اتجوز والدته لعلي. صح، يعني كان في علاقة نسب يعني على كل حال. فهم يعني كانوا بيسألوهم مثلا ازاي هو عدو الله فكان يقول لك تقية، يعني كده تقية بس. وحاجات كتير ما بين الصحابة اللي هم بيعتقدوا ان هم اعداء في الحقيقة ما تفسرهاش غير التقية، ليه كانوا بيتصرفوا معهم كده، ليه كذا، ليه كذا، ليه عاشوا مع بعض الفترة، فكانوا يقولوا تقية، فهم مبالغين في موضوع التقية الشيعة. عمر تزوج أم كلثوم بنت علي، صح كده، صح كده، عمر تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، إزاي يجوزوا بنته؟ إزاي يجوزوا بنته؟ فعشان كده هم كانوا موسعين حكاية التقية دي، يعني زودين على حدها. وبعدين زواج المتعة برضو خلاف ما بين السنة والشيعة، سلفيين كلهم بيعتقدوا وأهل السنة إن ربنا كان محل زواج المتعة في يوم الأيام، فعلى الأقل احتراما لأن ده كان حلال في يوم الأيام، ما تقعدش تقول لهم يا أولاد المتعة، إن ربنا كان محل ده، لو هو قبيح لهذه الدرجة ودعارة زي ما أنت بتقولوا حاجات من دي، ما كانش ربنا أحله يوم من الدهر يعني خالص، يعني لأن ربنا عمره ما حل الدعارة، فما ينفعش تقول لهم بدعارة، على الأقل احترموا ان ده كان موجود في القرآن، وان الخلاف في نسخه فقط، هل نسخ بسبب تصرف عمر بن الخطاب والحديث بتاعه ولا لم ينسخ، افرض ان هم ضعفوا الحديث يعني.
افرض في سني دلوقتي مقتنع بالايات دي وزواج المتعه، لكن هم المساله برضو ايه بقت علامه على الشيعة وكبروا الموضوع وبقى خلاف سياسي اصلا يعني، انما هو الايه موجوده في القران صراحه. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه وحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه. واضحه جدا يعني. طب انت امتى بديت مرحله انت قلت ان هي ما فيش حاجه اسمها اللحظه الفارقه، ولكن يعني هي تراكمات بس، يعني انت التراكمات دي امتى بديت؟ كنت انت بتخاف منها طبعا اول ما تجيلك افكار كده، هو كنت بتترعب منها، لكن امتى بديت يقل خوفك من الافكار الشكوكيه؟ ما طول عمري كنت خايف منها لحد اخر لحظه. الفكره ان انا من جوايا خلاص بقيت حد تاني، يعني في حاجه في عقلي من جوه انا بقيت حد تاني، انا خلاص شفت الصوره واضحه بالنسبه لي، لكن انا مش قادر اعترف بكده. بس انا خلاص انا شايف كل حاجه، انا شايف كل حاجه، بس محتاج اخد قرار ان انا ابدا ارتب الافكار ديت واوصل لقرار معين في الموضوع ده. بس انا مش قد الموضوع ده، انا مش قد الموضوع ده. فكنت في المرحلة دي كنت لسه راجع من السعودية وكنت يعني المجتمع السعودي أرنست مجتمع يعني للأسف هو في تحسن دلوقتي، لكن أنا في الفترة كنت عايش فيها مجتمع قاسي جدا، وكان يعني القسوة سمة فيه، القسوة ضد المرأة، القسوة ضد الطفل، القسوة ضد الأجانب، القسوة ضد كنت يعني كنت شفت برضو يعني إذا العرب مش أسوأ ناس في العالم، بس مش هيكونوا أحسن ناس في العالم. يعني مش هيكون يعني الإسلام بيقول إن النبي خيار من خيار من خيار، وإن العرب دول أحسن ناس في العالم. لكن أنا شفت من معاملتي مع كل الناس إن العرب مش أحسن ناس في العالم، عندهم قسوة أزيد من اللازم عموما يعني، وده مش أحسن حاجة. ودي حاجه كانت يعني تاكدت منها عبر السنين، يعني سنين من العيشه هناك مثلا وصلت للقناعه دي. هم قساة على انفسهم جدا جدا وعلى الاخرين طبعا بالضروره يعني، وفي ظلم كتير وكذب وحاجات زي كده. فبرضو الواحد يعني شاف عمليا ان الافكار اللي احنا بندرسها مختلفه مع الواقع يعني، واذا كانوا هم دلوقتي كده فما بالك من 1400 سنه كانوا عاملين ازاي والعالم كله اكثر قسوة أصلاً. بدأت أقارن الواقع ده بالروايات اللي بتجينا في السيرة عن مذابح ضد اليهود مثلاً، عن اغتيالات بأمر من النبي، عن حاجات زي كده. برضو الحاجات دي كان الواحد دماغه يعني ما بيعدهاش كده. لما رجعت بقى مصر أنا قعدت يعني حساس بقى لأي نقد للحاجات دي. يعني مثلا لو يعني مثلا كنت قاعد بتفرج على على الجزيرة حاجة زي كده، أخيرا بقى التلفزيون لما دخلت القنوات الفضائية البيوت الإسلامية، دخل التلفزيون للغرض ده بيوت ناس كتير، فدخل بيتنا تحت الايه من البوابة ديت، بوابة ان في قنوات إسلامية، بس كنا بنقلب بنلاقي قنوات تانية ممكن نتفرج عليه. فمرة كان في برنامج شغال وكان في بيتكلم عن القضية الفلسطينية واضطهاد اضطهاد الفلسطينيين على ايد اليهود المتشددين خصوصا. فانا بتفرج، فكان جايبين يهودي ضد اللي بيحصل للفلسطينيين ده، واتكلم كلام عقلاني جدا ومتزن، هو راجل ملحد فهو محايد، فجايبين مناظرة ما بينه وما بين يهودي متشدد. فالأفكار اللي كان بيقولها له في المناظرة هي دي أفكاري اللي أنا مقتنع بيها أصلا من جوايا. هو الراجل حتى بيقول له بيقول له الرب ومش الرب ومش عارف كلام من ده، قال له بقابلني هناك حاجة زي كده، بقابلني عند الرب أو حاجة زي كده. هو عمال يكلمه كلام في منتهى الحق، هو منحاز جدا
ضد التشدد بتاع اليهودي المتشددين ضد الفلسطينيين، هو منحاز للفلسطينيين جدا. يعني انت لقيت ان افكار الشخص الملحد ده من الناحيه الانسانيه بتمثلك تماما، بتمثلك من الناحيه الانسانيه والمنطقيه كمان. يعني هو كان بيكلمه منطق قوي جدا. الثاني اليهودي المتشدد ده كله كلامه خرافي، وبناء على الخرافه دي اطفال المدارس الفلسطينيين بيدفعوا الثمن، والفلسطينيين عند الحواجز بيدفعوا الثمن، وهكذا في معاناه يوميه للانسان الفلسطيني بسبب انا ساعتها طبعا كنت منحاز انحياز مطلق للفلسطينيين. يعني موقفي كان بيشاطن الاسرائيليين كلهم عموما. فلما شفت الراجل ده ملحد يهودي مش شيطان، هو راجل انسان بيشعر بالاخرين ضد التشدد دوت، ضد اللي بيحصل للفلسطينيين، عمل عندي برضو خلاني حسيت بالانتماء ليه صراحه. يعني حاجات زي كده، يهودي واسرائيلي وملحد على سبيل المثال ملحد واسرائيلي. اليهود معظمهم ملحدين. يعني بس هو يعني في التصورات بتاعتك يعني كانت مفاجاه ان لا، ده اللي انت في دماغك مش بالضروره ده الواقع. واضح انك انت عامل افكار في دماغك عن الواقع مخالفه للواقع. انا دلوقتي بقيت عايش غريب عن الواقع بتاعي. انا حاسس ان الراجل دوت هو اللي بيتكلم عني اكتر مني مثلا، حاجات زي كده بقى. وبعدين لحد ما وصلت المرحله كان طبيعي جدا ان انا مصلها، ان انا لازم افكر، وعلشان افكر اصلا ده في حد ذاته ممكن يكون بالنسبه لي مخاطره بالخروج من الاسلام اصلا، لان مجرد ان انت تشك دي كفر. بس انا كنت شاكك اوريدي، انا خلاص انا 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 ظبطت نفسي متلبس بالشك الى ابعد الحدود يعني. خلاص بقى بدات افكر في ايه، في فكره ساعدتني جدا، وهي ان ربنا سبحانه وتعالى طالما موجود وعادل ورحيم وكده، فهو فاهم الحوار ده كله، وفاهم ان انا من حق ان انا اسال، والا يبقى في غش في الموضوع. ما انت ما تقدم لي حاجه وتقول لي ما تفكرش فيها، خدها كده، لو فكرت فيها تبقى كده، يبقى في حاجه غلط. فهو لو موجود فعلا وهو رب محمد وعيسى وموسى والناس دي، فهو مش ممكن هيعاقبني على اني فكرت او بدات افكر، لا يعني مستحيل. ولو هو هيعاقبني ان انا بدات افكر، بدات بقى ايه اقول له طب عاقبني بقى، انا راجل كويس جدا وهستحمل العقاب ده بقى وهفضل مختلف معاك، لان انت مش معقول تقعد تقول لي فكر وتقعد تقدم لي حجج افرزها وتقول لي انظروا تدبروا تاملوا قرنوا الحاجات ديت، لكن لما اجي افكر بجد تيجي تقول لي لا ده انت كده شكيت وهطلعك من الدين. فبدات افكر في بقى في شويه تحدي في الموضوع. في نفس الوقت كنت بروح بقى ايه اتحرر شويه من فكره الايمان التقليدي وكده، يعني فكره ان انا بقى اكلم ربنا وانا ساجد عشان اقرب ما يكون عبد ربي وساجد، لا يعني انا ايه بقى بدات ايه اكلم ربنا وانا في الهواء الطلق بعيد عن عن الدنيا، في الريف مثلا، روح الريف امشي انفصل عن عشان ذهني يبقى صافي. دلوقتي انا عايز احس بربنا اذا كان موجود ولا لا، واكلمه وادعوه كده في جو يعني ايه في نوع من غير تقليدي، غير اللي انا بقى طول عمري بدعي وانا ساجد ما استفدتش حاجه يعني. فكنت بقعد اقول يا رب لو انت اللي فعلا خلقت القمر ده وخلقت السماء دي والنجوم ديت والارض دي والحاجات دي كلها، انت عارف ايه اللي انا بمر بيه دلوقتي، انا مكسوف اقوله لك بس انت عارف، فانت لو موجود الحقني بقى عشان انا كده ايه شكلي كده يعني زي ما انت شايف كده يعني ايه شكلي بدات افهم اللي ماشي ازاي يعني. فهو طبعا ده حياه المنتونات زي ما انت عارف يا ارنست. وكانت النتيجه الطبيعيه بعد اسبوعين من الرحله بتاعت التفكير دي بقى اللي هي تفكير مكثف، يعني كنت بفكر وانا سايق، بفكر وانا نايم، بفكر وكل حاجه، برضو ما خدتش قرار كده ان انا اسيب الاسلام برضو. انا كنت داخل اصلي المغرب في مسجد في شارع وينجت، دخلت ركنت العربيه ودخلت اصلي وكبرت
مش عارف مش مش عارف اقرا المفروض بقرا الفاتحه ورا الامام مش عارف اقراها مش عارف اقراها ما بيمثلنيش الكلام ده مش الكلام ده مش تبعي انا مش مقتنع أنا مش مقتنع بالكلام ده ولا تكره محمد جدا يعني انا مش هقول الكلام انا مش هقول كده انا مش هقول كده بقول لك انا مش حصل لي اصلا رحت جاي سايب الصلاه من نصها كده يعني بس سبتها خلاص و من ساعتها ما بصيتش ورا ابدا خالص سبت الاسلام وما يعني ما بصيتش ورايا ابدا اطلاقا وما تخيلتش في يوم من الايام ان انا ارجع للدين ده ابدا مهما حصل يعني. وبدات اتكلم بقى على طول يعني طب انت الاسبوعين دول كنت بتتامل بتفكر في انت كنت منتظر منه علامه يكلمك يسمعك تحس بيه كل ولا حاجة بتفكر في قضايا ما يمكن الوحي ده مش وحي القران لا في مشاكل حتى يعني انت ايه المواضيع اللي كنت بتفكر فيها عقبه واحده بس واقفه قدام ان انا اسيب الدين ده يعني مين اللي خلق الكون ساعتها تفكيري كان كده لكن لان انا لا علمونا نظريه التطور ولا درسناها في السعوديه ولا درسناها في مصر ولا درسناها في اي مصيبه انا فهمني مش عارف حاجه عن التطور دي كل اللي اعرفه ان التطور ده زي ما المسلمين اللي بيدخلوا يشيلوني دلوقتي ده يقول لك الانسان اصله قرد ده اخر 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 في المعلومات في المعلومات فكنت بفكر مين اللي خلى كل حاجه متلائمه بحيث ان الشجره تثمر والذكر والانثى والحاجات دي اكيد في مدبر ورا الموضوع ده بس الفكره دي الوحيده اللي كانت مخلياني قاعد افكر بقى واقول لي ان يمكن الرسل صادقين ومحمد صادق بس برضه مستحيل يكون محمد صادق فانا لما طهقت بقى من الدين ده وجبت اخري معاه سبته ما استبعدتش فكره الخالق دي الا بعديها بمرحله لان انا كنت هقول لك ما ممكن يكون الخالق موجود وتؤمن بالله لكن عندك مشكله مع الاسلام ما ماتش بيه بقى انا سبته في حال انا ايه قلت في اكيد السر ده الموضوع ده وراء سر معين ممكن خالق من نوع تاني حاجه تانية بتاع لان برضه كان في اشكاليات ان انت تؤمن بيه كخالق وهو سايب الدنيا كده سداح مداح والشر بيحصل وبتاع ما هو فين طب برضه ما فانا سبت ركنت الفكره بتاعته دي فكنت شبه ربوبي لكن برضه اقرب للقدريه في الفتره دي لما سبت الدين بس كل شغلي الشاغل كان ان انا العقيدة ديت وفكرة ومحمد أنا كرهته جدا شخصية أنا كرهته لدرجة إن أنا يعني عايز أصفي حسابه معايا بقى 27 سنة تشتغل دين أمي ومستعبدني وإنت فنكوش بلح كذاب فطبعا كنت اتضايقت جدا بقى وحسيت بغضب وصدمة رهيبة أنا خلاص سبت الإسلام بس دلوقتي بقى أنا لازم أخد موقف من هذا الشخص ومن هذه الأفكار بقى أتكلم الناس بقى بدأت أتكلم الناس أقرب الناس ليا وبدأ الموضوع بقى يتشهر بقى طب أنت أول ناس بدأت تكلمها وردود الأفعال يعني قبل ما نصل إنك أنت تتكلم يعني بالشكل اللي يخليك تشتهر في مصر يعني بس قبلها يعني كان اقرب ناس لي شخصيه ابن خالتي كان صديقي وكان سلفي زي وانا اقنعته ان هو يبقى سلفي اساسا يعني انا اول واحد بدات اخد الدروس السلفيه والحاجات ديت هو كان متدين لكن ما كانش سلفي وللاسف يعني هو طبيب هو دلوقتي دبسته في السلفيه ومش عارف يخرج منها خالص فاول واحد كلمته هو انا فاكر اول كلمته بدات اكلمه ازاي كنا قاعدين كده فبقول له شوف النجوم دي وحجم كل نجم فيها قد ايه وكذا تخيل ان ديت ممكن تكون رجوم للشياطين وزينه للسماء فهو صدم من الطرح هو ذكي جدا وبعدين بس انا يعني هو ايه ده هو انت احمد بجد يعني اللي نعرفه انا كنت بعمله تمهيد يعني عشان برضو انت لما تيجي تقول حاجه زي كده لا فهو فهم بس كان اخ خايف يصرحنا الا يسمع اللي هو مش عاوز يسمعه مش عايز اعرف لا هعرف بس مش دلوقتي انا دلوقتي انا هعرف لان هو احنا اصدقاء جدا فانا عايز اعرف هو اكيد هيبقى عايز يعرف بس هو ساعتها فكر ان ساعتها هو في الوقت خايف خوف اني من ان هو يعرف يعني فانهينا الحوار لكن
يا اخي في ناس جلادين يا اخي، اللي انا بحكي ان انا سبب في ان هو يدخل سفيه، اخ خالد بيقول لي جنيت عليه، انا لوحدي من جوايا حاسس بكده، مش لازم تكتبها لي في وشي يعني. على فكره يعني انا اقول لك، لان انا برضو يعني من اللي كان في وقت من الاوقات كنت من الناشطين اللي يعني ساعدت في تحويل ناس من الاسلام للمسيحيه وكده، هو يعني قبل ما ربنا يهديك للالحاد. ففي نوع احيانا بيبقى اول حاجه زي ما انت قلت ان انا ليه 27 سنه ضاعت من عمري، انا عانيت فيهم، انا ضحيت فيهم، فانا اتضحك عليا، ففكره الضحك عليك، فكره التضحيات، فكره انك انت لما كمان تخلي ناس تتبنى الافكار بتاعك، الحاجات دي كلها وربما حاجات تانية تخلي ايوه في طار بينك وبين اللي كنت فيه. صح. بالعكس ده احيانا بيبقى نوع من انواع التكفير عن ذنب، يعني قصاد نفسي ومسؤوليه اخلاقيه ورغبه في، يعني هو مزيج من كله، رغبه في انتقام، في تصفيه حسابات، في تكفير عن ذنب، في مش عايز حد يمر باللي انا مريت بيه، لاني ده كان وهم فيا جماعه، يعني ما انا عشته فليه اسيب ناس فالمهم فالعمليه يعني ايه مزيج من كله، هي فعلا هو كوكتيل. الناس هو كتير اصلا بتسالك انت طالع تتكلم ليه، واحتفظ بعقيدتك لنفسك وتبقى حبيسه السرائر والكلام اللي هو لا انساني ده، لان الكلام ده لا انساني. هو فعلا مزيج من كله، هو فعلا ما ينفعش ان احنا نقول سبب واحد، لا كله مع بعض. وانت لو هتيجي تدرب نفسك على انك انت محمد مات وغار في داهيه خلاص، فانت هتسيب فكره التار دي، انت مش هتلاقي حاجات تانية بتدفعك للكلام، هتلاقي المجتمع بتاعك مثلا متضرر افكار غيرك اعمره بتضيع. الجيل اللي بعديك احنا مثلا ما بنكبر في السن ارنست بنشوف الاطفال ولادنا كلهم، كل الاطفال يعني بنفكر في مستقبلهم، دي حاجه الواحد لاحظها، يعني ان الواحد لما بيتخرج في سنه عندي 40 سنه بس دلوقتي لما بشوف اطفال دلوقتي بفكر في مستقبلهم، بحس ان انا اتمنى ان هم يعيشوا حياه افضل من اللي احنا عشناها. فانت في ألف حاجه بتدفعك زي ما انت بتقول، ألف حاجه. في حاجه مهمه جدا، انت كانسان، وما فيش انسان كانسان ما يقدرش ما يعبرش عن نفسه، ده من الاساسيات بتاعه دلوقتي اللي احنا فهمناها، حقوق الانسان والمواطنه، ما ينفعش واحد يكتم افكاره، ما ينفعش، يعني ده انتهاك للانسانيه. فواحد يقول لك ويعني ما فكر في اللي انت عايزه ليه طالع تقوله، ما حبيبي انا ما ينفعش ان انا ما اشاركش الاخرين، انا كانسان لازم اشارك الاخرين، اشارك الناس الاكل والشرب واللحظات الحلوه، ليه الناس بتعرض الصور بتاعتها؟ لان في مشاركه، انت لوحدك مش هتعمل اكل حلو، هتاكل اي حاجه، مع حد هتاكل. فازاي ما اشاركش الاخرين افكاري، مشاعري، يعني انتوا بتتكلموا ازاي؟ صح، فكره ان انت محتاج تشارك افكارك، خصوصا انت لما تكون عندك افكار حقيقيه، يعني لما تكون افكارك قيمه من وجهه نظرك او متعوب عليها، يعني او عندك تجربه. انا عندي تجربه، انا كده يعتبر عندي تجربه مميزه، فانا او على الاقل انا بعتقد ان هي مميزه، فحرام فعلا ما اشاركهاش مع الناس، بالنسبه لي ده قمع او محبط جدا. يعني ده كلامك بس بطريقه ثانيه، نفس الكلمه دي. لا مظبوط، لا يعني انا اصل احنا بنشارك بنفس الافكار لان احنا مرينا بنفس التجربه وكده، هو وساعات الواحد بيسال، لان انا يعني اكيد انت سالت طب وانا ليه مالي ومال الغلب ده كله وجايب لي المشاكل، ما نسكت واعيش حياتي، كلنا جربنا وكلنا حاولنا ان احنا نسكت وما نتكلمش، وفي الاخر لقينا ان احنا بنظبط نفسنا بنتكلم، باخد تعبيرك انت لما قلت ظبطت نفسي بشك، ظبطت على نفسي متلبسه بشك، انت بتبص تلاقي نفسك مش قادر ما تتكلمش، متلبسين بالكلام، نظبط نفسي متلبسين بالكلام، طب اسكت يا لساني، لا مفيش، لا ما يسكتش، لا عشان كده انا لقيت حاجه كويسه، هو ان انا لقيت الناس القريبه مني ان انا بكلمهم، قلت طب انا مش عايز اتكلم ومش عايز اخسر الناس وبعد كده هو وكلام زي كده، لقيت ان انا اتكلم على اليوتيوب خلاني بعد كده، وحتى الناس القريبه لما يجوا يفتحوا معايا الموضوع ماليش نفس اكلمهم، ليه؟ لانك انت اللي عايز تشاركه واللي عايز تعبر بيه عن نفسك بتعبر بيه من خلال اليوتيوب، فبقيتش مزعج لدرجه ان هو حتى لما حد يلح عليا في السؤال وانا حاسس ان هو مش قوي يعني
كبر دماغ بيتعرف اكبر دماغي. اليوتيوب والمنصات العامه عموما ريحتني كتير من مهمه ان انا اقعد اكلم الناس بقى صح في واحد واحد. او انا كنت الاول بروح المساجد واكلم المشايخ في المساجد بتاعتهم. أنا دي تجربة تستحق أنك أنت تكلمني يعني بعد ابن خالتك واللي حصل وإزاي كنت لازم تتكلم، فكنت بتكلم مين وردود الأفعال بقى؟ بدأت بحسن دكتور حسن قام بالواجب بقى، لأن هو مش بس ناقشني، ده هو خلى العيلة كلها تناقشني. فالفكرة وصلت لخالتي اللي هي زي والدتي برضو، يعني خالتي أنا بحبها جدا، سيدة رائعة يعني. وأمي أنا خالتي قعدت تبكي شهر بسبب ان انا سبت الاسلام. يعني هم بالنسبه لهم كانوا بيحبوني جدا وبيثقوا فيا لدرجه ان في العيله كان بيحسدني على الايمان بتاعي والطاعه والحاجات ديت، بيحس بالذنب بمجرد ما يشوفني بس، هو ده الراجل ده بتاع ربنا جدا، انا ليه مقصر في حق الله؟ ثم في نموذج قدامي اهوت مش مقصر، هو شاب وزيك و... يعني خالي كان بيقول لي انت لما كنت بتخرج من الـ لما كنت بتخرج في البرد من تصلي الفجر كنت اسمع صوت الباب وانت نازل، كنت بشتم نفسي يعني، كنت بحس بالذنب، كنت قال لي انت كنت مطلع ديني. انت اللي كفرته. يعني بقى في نقاش عائلي بقى في الموضوع ده حاد طبعا، لان انا كنت غضبان جدا. انا طبعا دي من الحاجات اللي انا مش مبسوط منها، ان كان النقاش عنيف شويه من ناحيتي يعني انا اتبعت اسلوب الصدمه بغباء يعني، بس مدفوع بالغضب يعني. انا دلوقتي استخدم نفس اسلوب الصدمه، بس يعني مش مدفوع بالغضب بقدر ما انا مدفوع بان إن انا عارف ان كسر هاله القداسه ديت مطلوب، ما هوش هو امر مهم جدا، لان هي الاديان اصلا استمرت لحد دلوقتي علشان الدرع ده درع التقديس يعني. فانت لما بتتكلم بصراحه وقوه يعني ده في مصلحه الناس يعني من وجهه نظري، بس ساعتها انا كنت بتكلم بغضب يعني، واخطات كتير طبعا في الطرق اللي كنت بحاول اوصل بيها فكرتي يعني غلط ان ندخل في حوار يؤدي في النهايه ان احنا نتخاصم مع حد بنحبه مثلا، طالما احنا عارفين نهايه الحوار هيبقى خصام، يبقى الحوار احسن نتجنبه. دي حاجه شفتها بعد كده، بس الانسان بيتعلم بالطريقه الصعبه او بيتعلم من المواقف يعني. ففي في في فتره كده من حياتي 3 سنين مثلا تقدر تقول بعد ما سبت الدين ده، كنت قاسي على اهلي شويه فيه يعني، يمكن كمان وصلنا لمرحله قطيعه كامله لفتره يعني قبل ما ارجع يعني نرجع نصلح الامور دي تاني. كان في قطيعه في مرحله ما، كان في قطيعه كامله بسبب الاسلوب بتاعي انا كمان، اللي هو ما كانش انا شايفه دلوقتي مش مناسب. لما تحس ان قدامك خلاص يعني هو عزيز عليك، وان هو لو كملت الحوار ده هو هتخسره، يبقى ما تكملهوش، مفيش داعي يعني. المشايخ الشيخ ياسر برهامي اهم الناس اللي ناقشتهم بعد ما سبت الدين، هو كان اقرب حد ليا ايام التدين، وهو طلب يقابلني ساعتها كان معتكف برضو في رمضان. فخلينا سبت الاسلام من هنا ورمضان بدا من هنا. فسبته في وقت مش مناسب انا، بس انا ما اخترتش الوقت اللي سيبه فيه يعني. فقابلت الشيخ ياسر برهامي وكان اول حوار معاه في المسجد، وكلمته تحديدا على قضيه زينب بنت جحش ساعتها انا، ولان الموضوع ده كان حاضر عندي جامد، لان كان بيتعبني ايام ما كنت متدين، كان بيحسسني بالذنب دايما، لان ده اللي يقرأ القصة دي وما يشكش يبقى حمار حرفيا، يبقى حمار، وأنا ما كنتش حمار يعني. فكل ما صوت الأحزاب دي يعني في حاجة جوايا كده كانت مسميها صوت الأحزان من غير ما أصرح بكده النفس من الخوف. لو أنت لو قلت إن دي صوت الأحزان تبقى كفرت وخرجت من الملة، بس كان في حاجة
ده في أعماقي مسميها سورة الأحزان حقيقي بجد يعني، لأنها أنا لما كنت بقرأ آية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا، كان في صوت جواه بيصرخ أحا من جواه، مش ممكن اللفة، اللفة بعيدة جدا. يعني رياضة إيمانية ما مشيتش معاك؟ لا اللفة بعيدة، سيبك الرياضة الإيمانية ما تمشي كله يمشي على فكرة، تمشي رياضة إيمانية وتمشي كله، لا بس ما تقوليش لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم إذا قضى منهن وطرا. لأنك أنت ممكن تبدي الأمر ده من غير القصة. أما تقوليش كل الفيلم ده لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لا في مشكلتين أصلا، إن 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 ما دقتش الدنيا بأدعائهم عشان خاطر يعني ما دقتش الدنيا، ما هياش آخر حق يعني، ما نساء أبنائنا من التبني ما هماش آخر العالم يعني، ممكن نتجوز نساء كتير تانية غيرهم يعني، ما مش قضية. وبعدين ما تقوليش لكي لا يكون على المؤمنين حرج، إن مين بيتحط في الموقف ده أصلا؟ نادر جدا ما إنسان يعني، أنت جبت تشريع عام على حاجة استثنائية جدا أصلا. وبعدين إيه الوحش في التبني أساسا؟ أنا نفسيا طول عمري بحب الفكرة دي أصلا يعني، أنا أصلا بحب فكرة التبني، وإحنا بنقبله في الإسلام بشكل مقنع، لفة اللي هي كفالة ومش عارف إيه كلام ده، عشان إحنا فقط عشان الشرع محجمنا فيه، علشان النبي يتجوز من زينب بس، واضحة زي الشمس. ما تقوليش انت اللي كاله، احنا بنعالج مشكلة حرماننا من التبني باللجوء لما يسمى بالكفالة، فما تقوليش انت اللي كاله يكون المؤمنين حرج فيها، انت كده بتبصق في واجهي، انت كده بتهين ذكائي سبحانك يعني، جدا بتهينه جدا، فهمني؟ فقلت فديك حاضرة في زينب، فلما قابلت الشيخ حاجات كتير قلتها له، بس اللي انا فاكره من الحوار ده ان انا قلت له مش لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعائهم، وانا بقول له كده وصف يعني، وعارف ان هو الموضوع ده تعبه، عارف ان الموضوع ده تعبه. ايه اللي يعني خلاك عارف؟ عارف في نقاش قبل كده؟ اولا هو انسان ذكي جدا، ياسر ابراهيم ده كان اول الجمهوريه في الثانويه العامه يعني، يعني انسان مش، وبعدين ده طبيب شاطر وانسان تحس من الحوار بتاعه، هو كان قريب جدا مني وكلمته كتير في مواضيع تانية، كنت بحس ان هو عنده شك فيها في الكلام يعني، نقاشات كده يعني في مواضيع، ما تكلمت في موضوع ختان الاناث مثلا زمان، فهو الفتاوى بتاعته في اباحه الموضوع ده في ناحيه، واعتقاده الطبي والداخلي وقناعته في ناحيه تانية بشكل هو يعني مبهر في تناقضه، مبهر يعني، هو ما بيقولش ان يعني، هو ممكن يعدد لك اضرار الختان المباشره وغير المباشره هو مدركها تماما، وفي نفس الوقت يقول لك بس الحكم الشرعي كده، حد ليه شوق في حاجه كده يعني، يعني ما هو يقول لك احنا عبيد لله في النهايه يعني، بس فهو في المسألة ده تماما خضر الدين يعني، بين قوسين ونكمل، بس هو ده تماما خضر الدين، ازاي يخلي انسان كويس من الممكن ان هو يقتل غيره ويكره غيره، ازاي يخلي واحد ذكي وشايف بعينيه ان قضيه مثلا زي الختان ان فيها اضرار، ومع ذلك يقول لك الشرع قال كده، هو يعني تلغي عقلك. القضيه كمان خضر الدين يحول العقلاء، حتى القصه اللي انت قلتها اللي ما يشكش يبقى حمار، بس هل معقول طب الناس دي كلها حمير؟ مش حمير، الدين حولهم لحمير، صح، فهنا في مشكله في الدين، صح، الدين استحمرهم، صح، مشكله في الدين. هو المشكله ان الشيخ بيجي له فتاوى ناس كتير لانه مشهور جدا، فبيجي له ناس كتير جدا تشتكي من حاجات بترتب على الختان، ختان الاناث، سواء سيدات او رجال اسر يعني، فهو مدرك بحكم الخبرة إن في مشكلة بسبب الموضوع ده، لكن هو ما يقدرش يقول حكم غير الحكم الشرعي. فأنا لما كلمته بقى في موضوع زينب وكده، هو مردش، هو ما يقدرش يرد، هو ما فيش رد أصلا، هو مردش، هو عارف إنك أنت ذكي بالقدر الكفاية، إن هو مش راح يضحك عليك بكلمتين، لو حد تاني كان كلوت له كلمتين وخلص الموضوع. هو قال لي ما رضاش يكفرني، طبعا هو طبعا دي حاجه كانت غريبه جدا بالنسبه لي، بس هو قال ان انا عندي عارض من عوارض الاهليه، هو عارض ده هو اخترعه ما اعرفش ولا ايه،
بس هو قال لك انت عندك حاجه اسمها الشك المرضي. المهم ان هو خرجني من فكره ان هو يكفرني، عشان عشان لو كفرني الشيخ ياسر برهامي وكان طلبه حاضرين والكلام ده ايه فيها دم يعني، يعني فيها دم يعني ايه. بس انت كنت عارف ان فيها دم. انا كنت عارف بس هو انا اتفاجئت ان هو ما كفرنيش. طب ثواني بس، انت لو هتروح تكلم شيخ وعارف ان القضيه فيها دم، مش تروح تكلمك بينه وبينه بحكم العلاقه الشخصيه اللي بينك، مش مريد او واحد عنده خرج من الدين وبيكلم شيخ؟ هما الاخوه كانوا عارفين كده. ازاي وجدت في اجتماع في اخرين من الممكن هم كلهم انا عارفهم دول صحابي اساسا. اي بس ممكن يقتلوك. هي الفكره ايه؟ الفكره ان انا كنت عندي ثقه كبيره قوي في ان الناس دي بتحبني يعني، وانت عندك ارث سنين طويله من العلاقه ما بينهم. فقبل ما ياخدوا القرار ده في مراحل تانية، في مراحل تانية كتير، في حوار، في حاجات زي كده. في فانا ما كنت مطمن من ناحيه السلفيين، من ناحيه اللي انا اعرفهم، اللي انا اعرفهم يعرفوني. انا ما كنتش متصور لحد دلوقتي، خلي بالك علاقتي بيهم كويسه، ما كنتش متصور ان هم الدين يحولهم ان هم يعملوا كده في اقرب الناس ليهم يعني، او واحد من الناس اللي هم بيحبوه يعني. لكن فكره ان هو ما هدرش دمي. بس الشيخ ياسر ما قالش ان قال ان انا مسلم بس عندي عارض معارض اهليه اللي هو الشك المرضي او كده. بس هو نصحني يعني ان انا يعني لا تحاسب على اللي بتقوله. وقال لي بس ما تكتبش الكلام ده على الفيسبوك. فقلت له لا، انا هكتب الكلام ده على الفيسبوك، انا الكلام ده هكتبه على الفيسبوك. طب وايه كان رد فعل ورد فعل الناس اللي قاعده؟ لان هنا دلوقتي ما هو انا دلوقتي مش متخيل بس برهامي الناس، ما هو الشباب قاعدين مصدومين اصلا من الحوار كله اساسا، وهما ما نطقوش اصلا. وهو لما انا قلت له انا هكتب الكلام ده على الفيسبوك، فهو ما لقاش رد يرد عليا يعني. طب هتعمل هعمل ايه؟ ما لقاش بقى رد، فاهمني؟ طب هعمل ايه؟ وانا ردي كان بيبقى عنيف في الحالات دي. مره جولي البيت المشايخ زي وفد من الجامعه كده، كله في كل اصدقائي اللي هم قدام سلفيين وجايين يوعظوني بعد الالحاد. فانا حرفيا يعني شرحت لهم الدين تشريح قوي جدا مزلزل يعني، يعني لان ساعتها الواحد كان لسه خارج من الاسلام وطليق قوي في وحاسس بالمعاني اللي بيتكلم فيها بشكل يعني اوضح من دلوقتي بكتير يعني. فانا فاكر ان هم يعني عرقوا من كلام، تعبوا من اللي بيسمعوه. بس في اخ منهم بيقول لي طب على بس بقى جرأ بقى، هو بيقول لي بس بقى طيب ما تكتبش الكلام ده بقى، ايه تبطل بقى تكتب. قلت له بقول لك انت عارف انت النبي صلى الله عليه وسلم ده انا هعمل. وقعدت بقى اقول افظع الالفاظ بقى، عمري اول مره اتلفظ اصلا بالفاظ جنسيه في كلامي، الشتائم جنسيه قبيحه جدا بقى. وكنت اول مره جرأ ان انا اقول الحاجات دي، انا النبي ده هعمل وهخلي ده ابن ربنا ابن مش عارف. وقعدت اقول له انت عارف انت لو اللي انا بكتبه على الفيسبوك وبنشره كله كوم، واللي انا هنشره بعد كده كوم، ما تقوليش ما تكتبش، ما تقوليش ما تعملش كده. انت ما عرفتش ترد عليا، ولا حد منكم عارف يفتح بقه ويتكلم ويفند الحاجات اللي انا قلتها. فما تجيش بقى اما تعجز تمارس عليا الارهاب بتاعك، لا مش هينفع. وهم طبعا سكتوا، ما فيش حاجه. ايه اللي هنعمله؟ ما هو ما فيش حاجه. الحاجه الوحيده اللي ممكن نعملها معاك ان انت زي احد مشايخي المباشرين يعني قال لي انت لازم تقتل، قال لي كده في الاخر في النهايه، قال لي انت كده تقتل. لانك انت كمان ده انت مش بيلتمس لك عذر، لكن انت عايز تجهر بالالحاد وتدعو للالحاد. يعني انت كده صرت يعني بتعادي الدين بشكل كنت قاعد معاه في المسجد وقال لي انت تقتل، انت لازم تقتل. كنت بناقشه وقال لي انت تقتل، كده تقتل. فهو شيخ وحبيبي يعني، كان حبيبي الله يرحمه، ومات اصلا كمان دلوقتي. بس طب يعني ايه من القضايا اللي انت اتكلمت فيها معاهم لو تفتكر؟ يعني دينا نموذج يعني، يعني مثلا مع ياسر برهان موضوع الختان كان موضوع فعلا كلمت في التطور، كلمت الشيخ ياسر في التطور، قلت له حضرتك طبيب وفاهم، ومع ذلك انتوا رافضين التطور. وقلت له، وهو طبعا ما يعني ما دخلش في الموضوع بالتفاصيل يعني، لان هو شبه فاهم الموضوع.
وقلت له على فكرة عايز أقول لحضرتك على حاجة، أنتوا ليه ما تقبلوش التطور وتقولوا إن هو متوافق مع الدين يعني، لأن 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 كده الموقف بقى محرج جدا يعني. وقدامكم نموذج عدنان إبراهيم مثلا، قلت له عدنان إبراهيم، فقال لي عدنان إبراهيم منحرف، عدنان إبراهيم واحد ضال قال كده، واحد ضال قال كده. قلت له لا يعني، قال لا يعني هو الشيخ يعني قصدي يعني ايه في الاخر يعني، احنا لو هنؤمن بالتطور مش هيبقى فيه ادم وحاجات مش هنعرف نليسها من الاخر، احنا مش هنعرف نليسها. وهم سلفيين حرفيين جدا مش زي عدنان ابراهيم، فاهم؟ فهو متخاذل ان عدنان ابراهيم عرف يليسها وهم ما يعرفوش يليسوها، ما يعرفوش. فتنرفز على عدنان ابراهيم، قال لي ساعتها واحد من الضال قال كده. كلمته في 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 داعش مثلا، قلت له احنا اللي بننتج داعش. وقال لي حتى انت يا احمد بتقول كده بالحرف، العباره بتاعته بالحرف. قال لي حتى انت يا احمد بتقول كده؟ قلت له اه انا بقول كده عشان هو ده الواقع. يعني هو بينه وبين نفسه مش شايف ان هو مش هم اللي بيعملوا داعش؟ يعني داعش دول جايين منين؟ ما هو مشكله ان داعش اسرفت ساعتها جدا في الايه، في اخراج المشهد بشكل كله بقى بره منها، حتى السلفيين اللي هم خارجين من رحمهم بيتبرأوا. هي المشكله في التصوير ولا في القتل نفسه؟ يعني لو القتل حصل اللي حصل بدون تصوير وسمعوه بسمع الاذن بس او قروا عنه، كان هيبقى موقفهم ايه منه؟ هم هو انا برضو التعبير بتاعه صدمني زي ما انت صدمك دلوقتي. هو الفكره ان هم اتبرمجوا على ان الضغط الاعلامي والضغط الشعبي ضد الممارسات دي خلاهم ان هم اتبرمجوا على طريقه معينه في الدفاع. لا ده مش احنا منهجنا كذا، احنا منهجنا كذا. فهو اتصدم ان انا بقول له، بس مش في نفس اللقاء ده بتاع ده، لقاء اخر يعني. لان اللقاء الاولاني ده ما اتكلمناش فيه التفاصيل دي. اللقاء الثاني ده كنا انا وهو لوحدنا بس، اللي انا كلمت فيه داعش وكلمته، كنت جريء جدا عليه يعني. مثلا لما كلمته في وسط الطلبه كنت يعني لما كلمته لوحدنا بقى كنت بناقشه بحريه شويه. انا يعني انا حتى انتقدته هو، قلت له انت عندك شكوك يعني مدمراك من الداخل، قلت له كده عندك ازمه كبيره نفسيه بسبب الشك، قلت له كده انت عندك ازمه نفسيه كبيره بسبب الشك. ومن الحاجات اللي قلتها له انت ان داعش من انتاج السلفيين، فهو ما ردش حتى. هو قال لي حتى انت يا احمد بتقول كده، وما ردش، ما قالش لا ولا ليه ولا الحاجه دي، ما ردش. طب بالنسبه للناس اللي جولك في البيت، ايه كان بعض الاحاديث اللي اتكلمتوا فيها يعني، اللي هو حتى هم ما ردوش عليك؟ لان عاده هم يعني بيردوا، يعني ما فيش حاجه ما بتعتبرش شبهه وعليها 100 رد، بس احيانا ممكن يكون في ردود عارفين ان هم ما يعملوهاش معاك. يعني انا بتكلم دايما يا ارنست، بتكلم بثقه جامده جدا في متعلق بالدين، لان التجربه قويه جدا تجربتي معاه. فالثقه اللي بتكلم بيها وطريقه الطرح بتاعي انا هي اللي كانت قويه، لدرجه ان انت ما تقدرش، ان انت اصلا بتنشغل بالتفكير والشك عن انك انت تدافع اصلا. انت مشغول في الشكوك اللي بقت جواك دلوقتي حاليا. بطرح اسئله كتير، بطرح اسئله عن الاخر. مثلا احنا ليه نكره واحد في الصين احنا ما نعرفوش لمجرد ان هو مش مسلم؟ ليه نفترض ان اغلب الناس هيدخلوا النار؟ ليه اصلا في نار من الاساس؟ ليه في عذاب من الاساس؟ ليه مثلا ليه احنا بنقول ان محمد خير البشر مهم، مع انه كان بيعمل كذا وكذا 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 وكذا؟ احنا دلوقتي بنشوف الحاجات دي غير اخلاقيه، دي حاجه واضحه جدا يعني، ما فيهاش جدال. يعني انا مش فاكر صراحه ساعتها الحوار بالتفصيل، فاكر ان انا انطلقت في الكلام بدون توقف وان هم ما ردوش يعني. انت ما كنتش خايف ان هم ممكن يموتوك فعلا؟ لا 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 لا. انت عارف ان هم يعني صلتك بيهم كانت مطمناك ان هو مش هيعملوا حاجه زي كده؟ هو صحيح صحيح. اي بس مش كل الناس تعرفه يعني، من ممكن يجوا ناس تانيين يعني. كنا حبايب يعني، اخوه وحبايب جدا يعني. ماشي، بس انت لما بتيجي تكتب على الفيس في ناس ما تعرفكش يعني، ما فيش العلاقه اللي ده مرحله تانية دي. انا ما كنت عايش في الحي اللي انا كنت عايش فيه، عارفيني كلهم بيحبون الناس يعني. يعني حتى الجيران نفسهم عارفين ان انا، فكان لما يقابلوني يبتسموا نفس الطريقه، بس ايه كله يبقى عنده
عايز يقعد يتكلم معايا، يعني عايز يقعد يقنعني في دماغه ان انا عايز يقعد يقنع. لكن بره المنطقه انا ما تعرضتش لاي اذى في داخل الحي بتاعي، لكن تعرضت لمحاوله اغتيال بره الحي بتاعي مرتين، يعني مره في اسكندريه ومره في القاهره. والناس اللي ما تعرفنيش بقى هي اللي كانت حد معايا، لكن اللي يعرفوني لا. يعني طب انت لحد دلوقتي بالمناسبه، لحد دلوقتي الناس اللي تعرفني اللي انا نشات في وسطهم يعني، يعني ما بتهجموش عليا مثلا او اطلاقا، يعني افتكروا الايام الخوالي يعني. طب انت دلوقتي محاولات الاغتيال او التعرض ليك بالعنف يعني كانت بعد ما ظهرت في الاعلام طبعا. طبعا دي كانت فيها شويه تهور. يعني انت دلوقتي ندمان عليها ولا مبسوط انك انت عملتها؟ انا مبسوط ان انا عملتها، بس هي الجنون اللي انا عملته ده جنون. انا كمان في حلقات اتمنتجت، يعني في حلقات ما زعلتش كلام انا قلت عشان صادم جدا برضو. يعني الحلقه اللي انا كنت هموت بسببها ديت، واصلا الناس المجرمين حرقوا العربيه بتاعت المخرج انتقاما منه اللي هو مخرج الحلقه ديت. ناس من مدينه الانتاج الاعلامي عارفين مين اللي اخرج الحلقه دي، فولعوا له في ورئيس التحرير ولعوا له في العربيه بتاعته انتقاما منه. والحلقه دي عملوا لي كمين وكان هيموتوني بسببها. يعني انهي حلقه؟ حلقه القاهره والناس اللي هي فكرني بيها. يعني اللي هي معطوني خليفه، كان معانا شيخ ومعانا راجل دين مسيحي اثنين، وكان معايا اخ المسيحي ده اللي طلع مؤمن اكتر من القسيس. هو خاف في قلب الاستوديو. هو طب هو خاف راح ليه؟ ما انا قلت يا جماعه في للشباب، قلت لهم في عايزين ملحد من خلفيه مسيحيه وملحد من خلفيه اسلاميه. فهو كريم ده شبط ان هو يتكلم. هو كريم ده قوي جدا في طرحه. كريم ده طالع في قناه في حلقه بتاعه الحياه اللي هي مع ايمان ابو طالب قبل الحلقه دي، بس طالع اسود، طالع شبح، مش باينين وشه. لو تسمع الطرح بتاعه قوي جدا. طرح قوي جدا، وهو بيرتب الكلام ويقوله كويس، طرحه قوي. فعشان كده يلا بينا، لما قال لي يلا بينا. بس هو لما راح، انا عايزك تتفرج على الحلقه بتاعت ايمان. لا انا شفت انك انت صدمت، فوجئت. ايه ده؟ ايه اللي بيقوله ده؟ انا عايزك تتفرج على الحلقه سيد الغدر. طبعا عايزك تسمع كلام كريم جيمي في الحلقه بتاعت ايمان ابو طالب في الالحان. ده احنا بعد ما خلص المداخله بتاعته دي، احنا كنا كتير قاعدين بنصور وملحدين كتير جدا قاعدين بيسمعوا اثناء التصوير. احنا كنا مأجرين مكان معين للفعاليه دي عشان نصور فيه. فهو خلص مداخله من هنا، كلنا قعدنا نسقف له لان هو قال كلام قوي جدا. ومع ذلك هو لما جاء عند البتاع، قلت له قبل ما يمشي، وانا مسافر معاه من اسكندريه للقاهره طول الطريق نتكلم، قلت له لو انت ما عندكش استعداد تقول من دلوقتي ونقدر نقول لهم مفيش الخلفيه المسيحيه. لا اطمن وايه، احط في بطني بطيخه صيفي. وقعد طول الطريق يطمني. بعدين انا اتغصت منه، كنت عايز اديله بالقلم على وشه اساسا، كان باين. لا هو خاف. هو الخوف طبيعي، بس يعني انت طب ليه حطيت نفسك في الموقف ده اصلا؟ حطيتنا كلنا في الموقف ده يعني. قال لك شفت المسيح ما بين السماء والارض. بس احمد برضه كويس، احمد جدع برضه، احمد مش وحش. بس انت يعني جات لك منين الجرأة؟ يعني ممكن ده بالعكس، ده هي اسهل على واحد مسيحي، لان هو في الاخر يعني المسيحيين ما فيش في ايديهم شيء يعملوه. يعني واقعيا مين اللي بيقتل دلوقتي؟ ومين اللي من الممكن تكون حياته مهددة؟ الشخص المسلم لما ينكر الاسلام، يعني هو في وضع اخف منك بكتير. فانت يعني انك انت تروح كده هو وانت عارف انك بتواجه مش بس الاشخاص اللي مهما كان هم معارف وجيران واصدقاء وهيختلفوا معاك، لكن مش هتوصل لدرجه ان هم يؤذوك. لكن لما تطلع في التلفزيون، ولا انت ما فكرتش؟ يعني انا عايز اعرف، لان في ساعات ناس بتعمل حاجات. خايف جدا اول مره اطلع، كنت خايف
يعني انت كنت يعني انت كنت مستوعب اللي انت بتعمله. طبعا طبعا. بس انا اصل في ناس فعلا بتعمل حاجات وفي الاخر لما يقعد مع نفسها انا ازاي عملت كده. لا مش انا مستوعبة. انا كنت عارف من الاول ان انا بخاطر بحياتي عموما. حتى وانا بكتب على فيسبوك وانا بتكلم على يوتيوب قبل التلفزيون او الحاجات دي كنت عارف ان انا بخاطر بحياتي، بس كنت شايف ان ده ضروري جدا ان حد يعمله في يوم من الايام. وانا كنت شايف بقى ساعتها ان انا الاسلام بوظ لي معظم حياتي. يعني انا الفتره اللي فيها الواحد بيأسس نفسه عشان ويتعلم حاجه كويسه علشان خاطر يشتغل شغل كويس يعمل كده، الفتره اللي يكون الانسان فيها عمل علاقات عنده صديق عنده حاجات ضاعت من حياتي، فاهمني؟ فانا محبط جدا اساسا. يعني انا تخيل انا بادئ حياتي سنه 2010، تخيل يعني انا مولود 82 وبادئ حياتي حرفيا 2010، وعندي ارث بقى من الاكتئاب وحاجات سببها الدين وعقد وحاجات من دي لازم اقعد اعالج فيها كمان. لا بس انت الفتره دي اتعلمت فيها، انت بتقول يعني انك انت مثلا درست، انت درست ايه بس؟ كان عندك سياره وكان عندك شغل ولا ايه؟ درست شريعه بس كان عندي شغل بس ما انا دلوقتي ما عنديش حاجه خالص لما سبت الدين. كل اللي عندي انا دلوقتي ما عنديش يعني عندي قطيعه كامله مع حياتي السابقه. يعني انا هروح بقى ابدا حياه جديده، اصلا لازم اتعلم كويس، اتعلم حاجه عدله، واللي بحاول اعمله بقى لي 12 سنه بحاول اتعلم حاجه كويسه حاجه مفيده. يعني عايز اتعلم تعليم اكاديمي. حتى انا طالع ديني هنا في ايطاليا عشان كده برضو. انا اصلا هفضل لحد ما اموت اتعلم، لان انا جزء كبير من حياتي كان المفروض اتعلم فيه فقدته خسرته. انا ساعتها كنت بفكر ان الدين دمر حياة الناس كلها بالشكل ده، وانا واحد من الناس دي. فانا الواحد ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟ ان انا اموت خلاص هرتاح. كنت بفكر كده يعني ساعتها. انا بقولش الناس تفكر كده ساعتها، انا ساعتها كنت بفكر كده. انا دلوقتي عايش في مجتمع كمان مش مساعد، متخلف مش مساعد، فهمني؟ بتضايق لما اشوف مظاهر معينه في المجتمع، وبتضايق لما اشوفهم بيكتووا حرفيا بالدين. يعني انا بشوفهم بيكتووا من الافكار فانا ده مضايقني. فايه الحل؟ يا اما اخرج من المجتمع ده، يا اما انطح فيه لحد بقى ما حد مننا ايه يغير التاني، يا اما انا اموت يا اما هو يتغير. يعني فدي كانت فكرتي. لما جت فكره ان انا اطلع لاول مره للتلفزيون وكده، فكرت قلت ده انا ممكن تكون اول مره واخر مره في حياتي اصلا. بس قلت يعني تخيل مدى الفايده في الحكايه دي، ان انت ملايين الناس يعرفوا ان في ان الالحاد قرار ممكن، وان في ناس اتخذت القرار ده. الرساله دي لوحدها كفايه. يعني انا ما كنتش في دماغي ان انا لانتصر على شيخ في مناظره، ولا في دماغي اي حاجه من دي خالص اطلاقا. يعني انا بس ان عايز الناس تشوف نموذج لانسان اتخذ هذا القرار ده، كفايه جدا. انا بالنسبه ده كافي جدا، لان انا عارف ان في ملايين الناس بس عايزين الرساله دي، بس ناقصهم الرساله دي. أول لقاء اللي هو كان مع توني خليفة ده أول ظهور ليك؟ ما كانش فيه قبله ظهور إعلامي؟ ده كان فيه حلقة بتاعت إيمان أبو طالب، حلقتين. لا أصلاً أنا فكرت كنت في الجمهور، ولا كان، لأن أنا ما شفتهاش دي يعني، أو أنا مش متذكرها. حلقة بتاعت سالم عبد الجليل ده. دي كانت قبل القاهرة والناس. أنت أول ظهور ليك إعلامي قلت حتى لو رسالة توصل. كان في المحور. المحور. إيه؟ اول حاجه كانت في المحور برنامج دي. تاني حاجه كان في قناه الدريم، وبعد كده في قناه القاهره والناس، وبعدين الحياه، وبعدين بقى قنوات تانيه وكده يعني. طب انت اكيد اشتهرت بالقدر الكافي انه المعدين يتصلوا بيك لما يكونوا عايزين يعملوا حلقه عن الالحاد. هنا في نقطتين. النقطة الأولى هي إن طالما في حلقات على الفضائيات دي، يبقى معنى كده هو يعني بين قوسين كان في قبول أمني بظهور شخص زيك أو مناقشة القضية. هل أنت عندك خلفية ولا ده أنت شيء ما تعلمش عنه شيء؟ لا، هو بعد الثورة كان ده الطبيعي، إن الناس كل الناس السلفيين كانوا شياطين واخدين راحتهم زيادة عن اللزوم وغيرهم، فكان في مناخ حر شوية. لكن بعد ما 30/6 كل حاجه اتغيرت، بما فيها برضو الملحدين في قرار طلع ان هم ما يطلعوش من الرئاسه، ان هم ما يطلعوش في القنوات، وفي كود كده جنب
جنب اسماء الضيوف اللي غير مرغوب فيهم، فما ينفعش يطلعوا في مدينه الانتاج الاعلامي. تمام، واحد انا واحد منهم. طب انت دلوقتي الناس، انت لما بقيت بديت تكتب يعني حتى على الفيس وظهرت انك انت ملحد، اكيد في الوقت ده عملت صداقات جديده باشخاص يشاركوك الافكار دي، فحسيت انك انت مش لوحدك. صحيح، من الفيسبوك بدات اتعرف على الناس. يعني كانت صداقات، يعني لو تكلمنا عنها يعني كان طبعا. تفضل. ده حصل في الاخوه سلفيين، كان اكاونت القديم كله بقى سلفيين وكلام من دوت، وعملوا حمله بلاغات قفلوا لي الاكاونت، فكانت دي فرصه ان انا ابدا حياه جديده على فيسبوك. فعملت حساب قلت مش هضيف فيه بقى ايه حد يبلغ عني ويقفل لي الحساب وكده، فانا هضيف بقى ايه ناس بتفكر ازاي. فضفت بقى ناس من الفيسبوك عندهم افكار الحاديه، جبتهم بقى من الايه من الجروب كانوا بتاع شبكه الملحدين العرب، لان كان عندهم منتدى على الانترنت. شبكه الملحدين العرب كان عندهم منتدى كنت انا بدخل فيه برضه. بعد كده عملوا جروب فجبتهم بقى كتير، بقى لقيت بقى لقيت كتير لقيت فيه كتير ملحدين غير مش انا لوحدي زي ما كنت متخيل. على فكره انا تحولت لحد وانا ما اعرفش ان في ملحد غيري في مصر، خلي بالك. اما انا عشان هو ده السؤال، انك انت لقيت ان لا ان في ناس ممكن يبقى في ناس بتفكر زيك. اول واحد عرفت عليه كان واحد اسمه محمود من اسكندريه، شاب، واتكلمنا. انا ملحد وتربر من عن نفس افكاره، واتقابلنا بقينا اصحاب. وبعدين اكتشفت ان الملحدين موجودين في اسكندريه اصلا، بيقعدوا في اماكن معينه. فروحت خلاص بقيت في شله كبيره قوي من الملحدين. بعد كده عملنا حركه علمانيون اللي هي لحد دلوقتي موجوده مع احمد سامر والناس دي، اسسنا الحركه دي وعملنا صالون ثقافي للعلمانيين. الصالون الثقافي ده بقى ايه، عرف اسكندريه كلها، الملحدين بتوع اسكندريه كلها على بعضها، وهو موجود في القاهره وموجود في ده. بقينا كتير جدا بقينا بقى اكتر من ان احنا نبقى شله واحده، احنا بقينا عدد كبير. ما ينفعش الجامعة اصلا في مكان واحد، فاهمني؟ بس كان في بقى اللي يعني كنا متقابل باستمرار بقى، ونقعد نتكلم ونسهر ونعمل، وعملنا بقى حياه موازيه بقى. طب كان في الناس دي، طبعا من صعب جدا انك انت هتكلم عن واحد واحد منهم، لان كلهم من خلفيات مختلفه، وطريقه تشككهم في الدين، وحتى يعني جرأتهم اذا كانوا بيقولوا لاهلهم او ما بيقولوش كده، هو يعني كل واحد وليه قصه مختلفه. كل واحد قصه. لكن يعني لو في كم واحد مثلا اثروا فيك، يعني في شباب صغيرين اذكياء جدا، ممكن تقول لنا كمان حتى يعني لو حتى ناس اتعلمت منهم يعني. في شباب كان شباب صغيرين عباقرة كتير، والشباب اللي كانوا متعلمين كويس، يعني معظم الشباب اللي في مدارس لغات او مدارس دوليه وكده، دول متعلمين كويس، كتير منهم بيلحدوا مثلا. فكان في نسبه كبيره مننا في ناس كبيره. في واحد اتاثر فيا جدا، اللي هو كان قاضي وساب الدين وعنده حاجه 50 سنه، سوى بعد ما شاف حلقه من الحلقات اللي في التلفزيون. فكر الافكار دي كانت في دماغه طبعا، بس شجعته يعني، هو اتعرف علينا يعني، بقى صديق قريب جدا من ده. قصته تبكي يعني، تبكي. هو متدين جدا، متدين جدا لدرجه ان هو ضيع عمره، ضيع 52 سنه، هو ساب الدين وعنده 52 سنه. فهو غير، هو كمان يعني انا سبت الدين وعندي 27 سنه وزعلان، تتخيل المدى اللي هو فيه. هو لسه هيبدا حياته بعد 52 سنه، حرفيا هو بدا حياته بعد 52 سنه. هو الشخص ده، فكنت تقعد معاه، هو شخصيه نبيله يعني جدا، وتقعد معاه بقى بس تحس بحزن في كل كلمه بيقولها، يعني تحس بحزن. وبرده يعني هو كان بيساهم في ان هو بيطبع الكتب بتاعته، زي كتب اللادينيه وكده، يطبعها من على الانترنت ويجلدها كويس وكده، ولو في حد محتاج حاجه زي كده يديها له. كان اعطاني نسخه من كتاب بتاع عباس عبد النور، اللي هو محنتي مع القران ومع الله في القران. الكتاب ده قوي جدا. وعباس عبد النور ده شخصيه عامه، وهو عالم دين ازهري، ساب الدين وعنده 80 سنه، فلما كتب كتاب متين يعني.
ما حدش عارف هويته الحقيقيه لانه حتى اسمه مستعار، لأنه هو شخصيه معروفه، يعني هو شخصيه معروفه ومحدش يعني لحد دلوقتي عارف هو مين ده. هو لما نشر الكتاب، لما كتب الكتاب وخلص فرغ منه يعني، قال ان انا لو كتبت اسمي يبقى انا بنتحر. يعني هو كان عايز ينشر الكتاب باسمه، بس هو كان لما جاي ينشره قال لك يبقى انا كده بنتحر، لان كده كده يعني هموت بعد الكتاب ده، لان الكتاب قوي جدا. عشان كده الكتاب برضو ما اتشهرش قوي، يعني عشان ما اسمه محنتي مع القران ومع الله في القران قوي جدا. وهو عباس عبد النور كان بخلافي انا، هو كان صوفي ومن تبع المدرسه الصوفيه، لكن نفس التجربه هي كل الطرق تؤدي الى روما. يعني هنا سؤال على التجربة، لأن في تصورات مثلا بتقول لك إيه، إن الإسلام دين ذكوري، فيعني ليه الرجالة أو الذكور يبقى عندهم اعتراض على الإسلام ده؟ الإسلام يعني هم زي الفل فيه، فأنت جاي تقول لنا إنك أنت 27 سنة وزعلان على عمرك، واحد سنة 52 سنة وزعلان على عمره، ليه يا عم؟ ما أنت راجل ومسلم، والإسلام بيدي لك القوامة وبيدي لك معرفش إيه، فيعني المفروض حسب التصور عند ناس كتيرة ده أنت المفروض تبقى يعني مبسوط من الإسلام. إيه مشكلتك مع الإسلام؟ مشكلتي مع الإسلام كبيرة جدا، مشكلتي مع الإسلام كبيرة جدا. الإسلام بي عندك من وانت صغير، من أول ما تبدأ تتعرف على زميلتك في المدرسة. دي مشكله كبيره على فكره، الناس مش مدركه ان من حقها ان هي تحب. مثلا الاسلام حاطط اسلاك شائكه بين الرجال والنساء، ومخلي النساء بالنسبه للرجال بعبع. خلي بالك، قهر الرجل في الاسلام موجود كصدى لقهره للمراه اصلا. ما انت لما تقهر المراه وما تبقاش حره، انت كده عايش في نص مجتمع، انت كده عايش في نص مجتمع. فالنقطه دي كانت مهمه جدا عند كل الناس اللادينيين، النقطة دي مهمة جدا، ان انت الاسلام على الاقل حرمنا ان احنا نبني علاقات سوية مع الجنس الاخر. وهم بيقول لك اتجوز، لا لا، يعني الجواز ده ممكن يبقى ضروري بعد مرحلة معينة من الحب ومرحلة من العلاقة، ممكن نقرر يعني من اجل لا شيء ان احنا نحول العلاقه دي للزواج، من اجل لا شيء، من اجل حفله والمجتمع يسقف بس. لكن هي الجوهر العلاقه مش في الجواز ولا بتاع، جوهر العلاقه في الحب، جوهر العلاقه في حب وتناغم وتفاهم وحاجات من دي. ودي ما بتجيش كده بالجواز، دي بتيجي بان انت تكون في بيئه تتعرف فيها على الجنس الاخر بشكل سليم، وتاخد وقت كافي علشان خاطر تعرف اذا كنت هتعيش معاه وهتعيش معاه قد ايه. فمثلا دي نقطة مهمة جدا، فكرة الزواج دي مش مكافأة، مش حاجة حلوة. انت تقول لك ان الراجل اللي حقه يتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة، الفكرة غلط اصلا، انت بتكتر بس من الغلط. واحدة واثنين وثلاثة واربعة بتفكر بتكتر من حاجة سخيفة اصلا، يعني ما هيش حاجة ممتعة، يعني الا اذا كان بقى الانسان يعني ما عندوش دم ولا احساس، انسان بليد يعني. يعني لما نختصر العلاقة بين الجنسين على انه علاقة زواج، وانك انت طبعا بدري بتتزوج، وممكن تتزوج واحدة واثنين وثلاثة، فالمفروض انك انت حسب التصور ما عندكش مشكلة، انت شايف لا، لان كده ما فيش العلاقة التشاركية، ما فيش الانسجام، ما فيش العلاقة الطبيعية المشبعة اللي لا يمكن تيجي من انك انت واحدة لابسة نقاب ودخلت عليها وانت بدري عشان تحصن نفسك، انت مش عارف انت داخل على مين. وحتى طبيعة العلاقة اللي فيها سيطرة وفيها عبودية، والبنت المهم ان انت شايف ان ده كله ده، انا شايف ان الزواج من الراجل بيستمتع الست، مش ممتع الزواج من اربعة، يعني مش كل الرجال بيقبلوا على الفكرة دي، يعني محتاجة شخص اناني جدا وبليد المشاعر كمان، لان هو الاشخاص الاسوياء ما بيحبوش ان هم يزعلوا الاولى برضو، ما هي هتعيش، ما هي دي حبيبتي برضو اللي عايش معايا ده، او زوجتي انا على الاقل، اذا ما حبيتهاش وما كناش بنحب بعض على الاقل انا متعاطف معاها لان شريكه حياتي، في نوع من التعاطف ده، احنا في علاقه مهمه جدا ما بين بعض. احنا يعني ده لو صديقك مش هتعمل حاجه تضايقه، لو صديقك مش هتعمل حاجه، وهي مش صديقه، دي مراتي مثلا،
فانا ازاي اروح اجيب لها حد يضايقها؟ لان مش مفيش امراه ما بتضايقش لما تتجوز واحده عليها. فمعظم الرجال في مصر مثلا ما بياخدوش القرار ده، مش بيتجوزوا واحده تانية، يعني مباح وكل حاجه لكن ما بيعملوش كده اصلا، لانه ممكن يخسر الاولى كمان. هي ممكن تقول له خلاص يعني انا مش هقدر اعيش معاك، وممكن تعيش معاه تحت ذمته كده كانها عايشه معاه، لكن هي لا خلاص بقت تكرهه. فتجربة الزواج من واحدة واثنين ثلاثة واربعة دي ما هيش ممتعة ابدا، دي هي انت بتكرر غلطة كذا مرة بس. وفكرة ان في قوامة للرجل انت شايفها ان دي مش لصالح الرجل في النهاية. يعني ما تعتبرش من مميزات اللي الواحد لو انسان طبيعي يبقى حريص عليها. لا 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 لا. ما هيش جميلة، ما هيش حاجة جميلة. اصلا الناس كمان فكرة الزواج، الزواج ده فكرة كمان مكلفة. مكلفة. ففي الظروف اللي فيها البلد بتاع بلدنا اصلا الفكره بقت زي حلم بعيد المنال بالنسبه لاغلب الشباب. فكده ارتبط الحلم اللي هو بعيد المنال ده بالجنس عموما، فبقى المجتمع الشباب جوعه جوعه حرفيا يعني. وده امر في منتهى الاساءه للنفس البشريه واهانه ليها، يعني اهانه لكرامه الانسان ان هو يجوع ما يلاقيش ياكل او يجوع جنسيا، ده برضو اهان لكرامته يعني. طب ده على مستوى القوامه بالنسبه للعلاقه بين الرجل والمراه، وهنا كده بيت الذكر والانثى. طب لكن داخل المجتمع اللي الافضليه اللي بيعيش فيها المسلم عن الباقين، واللي من الممكن بتعمل كراهيه بينه وبين الاخرين، يعني مين عايز احنا البشر بصفه عامه اغلبهم البشر الاسوياء، واغلب البشر الاسوياء مش عايزين سلام، مش عايزين كراهيه. انت الدين بيكلفك فوق طاقتك لما بيدعوك للكراهيه، فيعني ده عبء في الحقيقه. يعني التعليم الدينيه مع الاخر دي عبء على الناس، بتخليهم يعني الناس ميالين عندنا في مصر ان هم يحبوا برضو المسيحيين خلي بالك، لكن يعني انت لو سلفي هتلاقي الدين هو اللي بيخليك تحس بالذنب لما تعامل المسيحيين كويس، فاهمني؟ لكن الناس مش عايزه تكره بعضها، الناس عايزه تحب بعضها. وهي مجرد تصور ان الاخرين هيدخلوا جهنم على حسب الطائفه او العقيده بتاعتك او كده، هو اكيد بيبقى لها اثرها في تعاملك مع الشخص في الحياه، لانك انت برضو بتشوف زي ما انت لما بتتعامل مع امراه انت في الاخر مش بتتعامل مع انسان، انت بتشوف الانثى موقع الشهوه. مش عايز اقول يعني انك انت بتختصرها في كلمه بايخه يعني في ثقب. كذلك انت لما بتيجي بتتعامل مع الانسان الثاني انت بتتعامل مع كافر، تتعامل مع شخص مكروه بيحارب الله ورسوله ومصيره جهنم. أكيد العلاقات دي كلها حتى وإن بدأ حسب الظاهر إن هي بتدي شعور بالتفوق، يفترض يعني أو عند الناس كتيرة إن ده ميزة يبقى حريص عليها. لا، لو واحد عنده إحساس كل مشاعر الكراهية نحو الآخر، التعامل مع الجنس الآخر، كل دي مؤذية للإنسان زي ما هي مؤذية للمجتمع. صحيح. طيب في نهايه الجزء الاولاني من لقائنا حوالين رحلتك، حابب تقول ايه في النهايه يعني مختصر التجربه دي؟ ممكن اقول حاجه بخصوص السلفيين اللي هم خرجوا من الاسلام. يعني انا عايز اقول ان هم كتير جدا من ناحيه العدد، وبعدين مؤثرين جدا لان هم درسوا الدين ده كويس. فطلبة العلم أو مشايخ السلفيين اللي سابوا الدين زي القصيمي وغيرهم، القصيمي في منه كتير قوي بس مش مشهور، ودول لهم دور كبير بس الناس مش واخدة بالها. يعني أنا واحد من دعوة سلفية أو السلفيين ساب الدين، لكن مش تجربة فريدة، لا في منه كتير قوي 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 بس مش عارفين يتكلموا. في مشايخ سلفيين قاعدين بيعلموا الناس العلم الشرعي، هم اصلا ملحدين دلوقتي. فيعني انا اعتقد ان المفروض ان يكون لهم دور، السلفيين بالذات، ان هم ينتقدوا الاسلام او يبينوا للناس فساد الاديان عموما. يعني في واحد كان كاتب ان شايف برضو ان الطريقه اللي بيتعلم بيها السلفيين مش بالضروره هتخليهم طول عمرهم يعني جهلة أو كده، لا يعني هم أصلا
لأنهم بيدرسوا مقالات الإسلاميين الآخرين أو الطوائف الثانية وبيفندوها وبيحاولوا يفهموها، ده بيشجعهم ان هم يسيبوا الاسلام في الحقيقه. عشان كده نسبه الناس اللي بتسيب الاسلام من التيار السلفي كبيره جدا. طب في حاجتين نقطتين، في واحد مثلا كان بيقول ان السلفيه او التسلف يعني دراسه الدين بشكل يعني سلفي موغل في معرفه اصول الدين هو مدخل للإلحاد. ده النقطة الأولى لو تعلق لي عليها. النقطة الثانية، هل أنت شايف أن في بعض السلفيين أو بعض الأشخاص اللي كانوا متزمتين داخل الدين لما بيخرجوا وبيبقوا ملحدين برضو بيبقوا مش بس غاية في العنف مع المخالف، ممكن تكون دي مرحلة أولية، ولكن أحياناً بيبقى متشرب التصورات الدينية لدرجة أن هو عايز يعمل أمير جماعة مثلاً على الملحدين، يطلع برضو أمراضه النفسية على الآخرين، يعني من الممكن يغير عقائده ولكن أخلاقياته تفضل إسلامية. والله يا أرنست أنا شخصيا أنا عانيت من إن من الافتراض ده عند بعض الناس، إن أنت عشان أنت لك خلفية سلفية، خصوصا مع إن أنا نسبيا مشهور، في ناس ممكن تفكر أنا فيها أصلا بالشكل ده شخصيا، مع إن أنا من ساعة ما سبت هذا الدين في قطيعة كاملة ما بيني وما بين كل الطريقة بتاعته عموما. يعني أوتوماتيك لما أنا سبت الدين موقفي تغير من المثليين مثلا، موقفي تغير من ما يسمى بالتبرج، لبس المرأة، كل حاجة. فأنا ما أعتقدش أن السلفيين، أنا لو كلمت عن نفسي أنا راجل سلفي سابق، لكن ما حملتش معي اي رواسب من السلفيه. ممكن بعالج حاجه يعني دور ربنا في حياه الواحد عموما، بحاول يعني ابرمج حياتي، او قعدت سنين ابرمج حياتي على اساس ما فيش ربنا اللي انت كنت بتعتمد عليه، انت لازم تعتمد على نفسك. لكن انا ما اعتقدش ان انا متاثر سلبيا بالتجربه دي ان انا سلفي. لا يعني هو السؤال مش لك انت لاني انت معروف من زمان، يعني حتى لما بتكون عنيف مش بتشخصن، يعني انت بالعكس انت بتبقى حريص على الاقل بالنسبه لي انا من ساعه ما عرفتك يعني، وانا اعرفك يعني قبل ما نتعرف على بعض شخصيا، يعني انك انت بتبقى حريص على البني ادم اكتر من الفكره، انت عايز توصل الفكره من غير ما تخسر البني ادم اللي قدامك، ومش بتشخصن الامور، وما عندكش حته الزعامه، ودايما حتى لسه في شخص كان كاتب ان هو انك انت دايما بتراجع نفسك وكده، وواضح من شخصيتك يعني انك انت متواضع وجميله. يعني في حاجه تانية يعني انك انت كان تقريبا كنت حتى اثناء الكلام كنت عايز اقول لك يعني ان هل السلفيين زمان كانوا عارفين اللسان؟ عشان كده انت لما جولك في البيت فقلت الاول مره ان انا في كلامي يبقى في شتيمه فيها ايحاءات جنسيه، فكانت جاتت في دماغي، لان احنا اللي بنشوفه النهارده ان في تيار اسلامي سرسجي لسانه قد كده، فقلت انا مش عارف دول بيعملوا كده ازاي. انا عمري في حياتي ما تلفظت بلفظ خارج الا ما سبت الدين فبقول لك في تغيرات. فالمهم مش بالنسبه لك انت كشخص يعني انا طالب الاسلام دي ظاهره بالنسبه لي زي الزومبي كده، يعني انا مش فاهم الناس ديت ازاي، الناس دي رضعت ايه ولا كلت ايه ولا عملت ايه اللي عمل فيهم كده، يعني مين عضهم؟ مش عارف. لكن من ناحيه ثانيه انا كنت بكلمك على الظاهره على اساس ان في مقولتين، المقوله الاولى اللي هي مش بالضروره تنطبق عليك، انا كنت عايز رايك فيها. يعني هي اولا ان احيانا التوغل في الدين، معرفه الدين وتفاصيل الدين، وحتى في شخص برضو كتبها، اما انك انت تخليك داعشي او تلحد، حتى الدواعي يعني تلحد في المسيحيه نفس الشيء، يعني لو عارف فعلا الدين ده. اكتر ناس بتدافع عن الدين هم الجهله بالدين، بيبان من تعليقاتهم، من اعتراضاتهم، من تصوراتهم عن الدين، ان هم يعني ميح في الدين، فيبدو ان ميح في كل حاجه بالظبط، ما يعني ويتبع يعني حتى في المستوى التفكير كل حاجه فهو واضح ان القطيع
الرعيه بتاعه الدين هي من دولة، وهم دول اكثر الناس حماسه للدين. اما اللي دارسين فواضح ان اغلبهم، حتى انت قلت السلفيه، عشان كده السلفيه كنت بقول لك ان هي تصح ان هي مدخل للالحاد زي ما هي مدخل للدعشانه برضو. لكن حتى اللي بيروحوا الدعشانه سلفيه اصلا، يعني الدعشانه سلفيه، الدواعش نفسهم بيسيبوا الدين برضو، كتير منهم ساب الدين يعني. يعني كتير من اللي انتبهوا للتنظيم دوت يا اما ماتوا يا اما ساب الدين في الحقيقه على فكره. لكن يعني انا برضو بلاحظ ان في اشخاص بيبقوا خارجين مثلا من الاسلام من خلفيه سلفيه، يعني ابعد ما يكون عن اللي انت فيه دلوقتي، يعني من ناحيه الشخصنه وعدم الموضوعيه والرغبه في الزعامه والتسيد على الناس وبتاع، كانه طالع يعمل لنا امير ملحدين، واللي ما يقولوش امين ولا يديله قدره من التفخيم يصبح عدو. فواضح ان الموضوع ما فيهوش اي عقل، واضح هياخد فرصته اللي كده، مش هياخد فرصته في وسط الملحدين، مش هياخد فرصته، مش هيقدر يبقى، لان الملحدين توقين للحريه وهم ما عندهمش كده، يعني ما حدش هيحترم كده فيه، في الاخر هيلاقي نفسه لوحده. انا ما اعرفش انت بتتكلم عن مين، لكن لا كظاهره يعني، لان هو يعني مش شخص بعينه يعني، لكن انا شايف في نسبه برضه بيطلعوا ما بيخرجوش تماما من ال من من السلفيه والتصورات الدينيه. هو كل ما في الموضوع ان هي العقائد، التصور ان ما فيش الله، طب تمام وبعدين، لكن هو شخصيته ما زالت تحمل نفس الافكار القديمه بل الامر. هو ده وارد يعني، ممكن يتخلص من كده بالتدريج برضه، او تحت ضغط المجتمع اللاديني، لان المجتمع اللاديني مش بيدي لحد الفرصه ان هو بالظبط يعني. ما هو هي دي ميزه وعيب في الواقع، ان هي يصعب تنظيمهم، وده شيء مش كويس من ناحيه الفعاليه بالظبط كده هو. ولكن من ناحيه ثانيه هو والله هو كده هو يعني، اللي ترك الدين مش عشان يبقى يجي احمد حلقاني يبقى الشيخ بتاعي يعني، لا شكرا، ده انا ما قابلتش ربنا. لا انا بس تفزني فرصه لما بيدخل واحد يقول لي اتباعك مثلا، بتضايق جدا واتغم يعني. ليه؟ لان الفكره ديت انتوا لسه برضو بتفكروا في الملحدين زي ما بتفكروا في المشايخ، واحنا اصلا اكتر حاجه بنكرهها هي الفكره دي، هي الطريقه دي يعني. الناس بتستخدم حاجه بس الناس مش فاهمه، فانا دايما بقعد اوضح لهم النقطه دي طبعا يعني. لكن الذي صحيح احيانا يعني هو يجي كانه يفهمك يقول لك طب ريتشارد داوكنز داوكنز صح شيخ، انه شيخ دوكنز قال كذا، فكاني خلاص لا ما دام شيخ قال كذا فانا ما كنتش واخد بالي، انا اسف. ما فيش، لا احنا ممكن نقول لك الصم عادي جدا ببساطه. طيب معلش طولنا عليك المره دي، ده احنا لسه في بيننا حلقات نشوف المراحل الثانيه، ولكن يعني اختمها كده، هو ايه اللي حابب تقوله في نهايه اللقاء ده عن الفتره دي؟ اتفضل. أنا حابب أقول للأخوة برضو السلفيين اللي ممكن يكونوا بيشاهدوا الحلقة دي، يعني إن هم ده نموذج قدامكم لواحد فكر وأخذ القرار ده، أنت كمان ممكن تاخد القرار ده، وحقك أنت تاخد القرار ده. فأنت ممكن تبقى ملحد، ولو في إله عادل فعلا عمره ما هيحاسبك على حاجة زي كده، إنك أنت ما بتأذيش حد فقط لا غير. تمام، شكرا لك صديقي العزيز، ولحد ما نلتقي الحلقة القادمة نكمل فيها رحلتك، نقول لكل اللي تابعونا وسمعوا الحلقة دي شكرا على متابعتكم، وشكرا على كل التعليقات الجميلة المرحبة بيك، وشايفك يعني من الضيوف المميزين، ويعني انت أثرت في ناس كتيرة يعني، انك انت من اول الناس اللي ظهرت اللي كانت عندك الشجاعه انك انت تتكلم بهذا الشكل وبشكل علني وفي الاعلام نفسه، مش بالضروره يعني اللي انت عملته يكون مثال ان كل الناس تعمل كده، هو كل واحد وله ظروفه وكده، لان ما اعتقدش يعني ان في دعوه موضوعيه ومسؤوله تقول ان انا لو انا اقدر اعمل شيء معنى كده ان انا ادعو الناس انها تعمل كده، هو والا اتهمهم صح. لا 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 الا التهور للشباب، كل واحد المفروض احنا بنكلم ناس عاقلين، والمفروض كل واحد عارف حدوده، وبالعكس انا بشجع اهم حاجه انك انت تعبر عن نفسك، لو في خطر في انك انت تعبر عن نفسك
غير اسمك، اطلع من غير صورة، وأنا برحب بناس كتيرة بستضيفهم من غير بأسماء، ويعني من غير ما يذكر اسمه الحقيقي. أهم حاجة أنك أنت تعبر وتتكلم، ولما تلاقي الوقت المناسب وتلاقي نفسك عندك القوة المناسبة وأنت عارف أنت أدرى بمصالحك أنك أنت تتكلم. لكن طبعا ده ما يمنعش ان احنا نشكر الاشخاص اللي كانت عندهم فرصه او ظروف او شخصيتهم كانت تسمح لهم ان هم يعملوا كده، لانهم في الاخر فعلا الناس دي دفعت القضيه للامام. شكرا للاشخاص. شكرا ليك انت ايضا ارنست، شكرا ليك انت على استضافتك لي، وبرضو انا من الناس اللي بتعلم منك من القناه بتاعتك حقيقي يعني من الفيديوهات، فانا برضو تاني ليك، وانت ايضا رجل شجاع في الحقيقه برضو يعني. شكرا جزيلا. أوكي، شكراً لكل الحضور، ويبقى للحلقة القادمة. سلام. مع السلامة.